بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. مع اخر ايام فبراير انتهت اعتى نواه الكره المصريه واشرقت الشمس بظهور الرجل الرشيد ابراهيم. اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. إذا كانت الأزمة الرياضية قد حلت، وإذا كانت النفوس قد هدأت قليلا والحمد لله، فإن شهر فبراير أبى أن يرحل إلا وقلب مصر موجوع. حادث مروع جدا في محطة مصر، كل التعازي لأسر هؤلاء الشهداء الأبرار، كل الدعاء بالشفاء إن شاء الله للمصابين، وكل الدعاء بالصبر والسلوان لأهليهم يا باشمهندس. وكأننا على موعد مع الألم في شهر فبراير. ذكريات فبراير دي في بدايته وفي نهايته. صحيح. من فبراير 28 ولا 27 فبراير، يعني حاجة قصة، إنما الأيام ستظهر حقيقة هذا الأمر، لأن الحقيقة شيء مؤلم جدا جدا وغير منتظر. وأيا كان إهمال، خلافات شخصية، أسباب عجيبة جدا، لكن في النهاية في عدم مسؤولية واضح يجب أن يوضع لها حد. إن شاء الله يوضع هذا الحد، وإن شاء الله ربنا يحمي مصر وأهلها بإذن يعني الله. يا أستاذ إبراهيم، يعني معلش مع احترامي، يعني وزارة النقل دي القطورات خلصت على كذا وزير، والناس بتاخد بالأرقى وبتقدم استقالتها، لكن حقيقة الأمر ما هوش الرئيس المباشر، ما هوش سواق القطر، ما هوش، يعني دي حوادث، يعني في مسؤوليه اصغر قوي من الوزير مسؤولين عنها. نتمنى ان شاء الله تحقيقات النيابه تكشف اسباب هذا الحادث الاليم الموجع، ونتمنى الله سبحانه وتعالى ان تكون ديت اخر الحوادث اللي بتلوم بالبلاد باذن الله. الأهلي في إطار سعيه للمطالبة بحقوقه، النهاردة يمكن كان خبر مهم جدا في إطار ملاحقته للاعبه الإفوار السابق سليمان كوليبالي. انتوا فاكرين أن سليمان كوليبالي كان هرب من الأهلي في أثناء عقده، وبعد كده النادي الأهلي كان اشتكى للمحكمة الرياضية الدولية، أخذ الأهلي قرار أو حكم بإلزام اللاعب بدفع 1,436,000 دولار. كان المفترض اللاعب عنده جلسة استئناف أمام لجنة فض المنازعات، وهي أعلى لجنة في الاتحاد الدولي. بالأمس رفضت هذه اللجنة استئناف اللاعب، ومن ثم إلزامه بدفع 1,436,000 دولار تعويضا للنادي الأهلي عن ما ارتكبه هذا اللاعب من فسخ العقد من طرف واحد. واحدة من أغرب أحداث كرة القدم على مستوى العالم. سليمان كوليبالي في عز تألقه وتعلق الناس به واعتماد الأهلي عليه يفجر مفاجأة، ويدعي أنه ما كانش سعيد، وأنه كان المهم، يعني القرار اليوم انتهى نهائي وغير قابل للطعن، وعليه إذا أراد أن يستمر في الملعب أن يسدد هذه المبالغ. ننتظر إن شاء الله بحسب تأكيدات الأستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، أنه النادي الأهلي هيبدأ إجراءات المطالبة بحصوله على هذا التعويض. في الكورة بقى، والأهلي بيستعد بقوة للفترة اللي جاية. أقرب المباريات عنده يوم الاثنين الجاي إن شاء الله، مباراته مع بتروجيت، التدريبات يومية. مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروجواياني بيطمئن على حالات اللعيبة، خاصة العائدين من الإصابة. لكن الشيء الغريب، يعني ما كدنا نلتقط الأنفاس ونقول فعلا المستشفى بدأ يقفل أبوابه، عدد كبير من اللعيبة بدأت تعود بشكل كويس، وإذا بالإصابات تداهم اللاعبين حتى في المران، يعني مش في المباريات، في التمرين. تمرينة النهاردة الصبح أصيب شريف إكرامي حارس المرمى الدولي الكبير بتمزق في عضلة السمانة، ربما يغيب عن الملاعب من 4 لـ6 أسابيع، ده وفقا لمدى استجابته للعلاج الفترة اللي جاية إن شاء الله. أو 6 أسابيع ما متضمنة مرحلة التأهيل. كمان عمرو السولية لاعب الوسط الدولي اللي الناس كلها شافت مستوياته العالية الفترة اللي فاتت، واللي على أثرها انضم للمنتخب، أصيب أيضا في خلال مران اليوم، وكأنه المسألة كلها كانت النهاردة. أصيب
بشد في العضله الاماميه يا باشمهندس، بكره يعمل اشعه عشان تتحدد من خلاله درجه وحجم الشد قد ايه، ومن ثم درجه او مده غيابه يعني عن الملعب. يعني انا والله صعبان عليا السوليه جدا، لانه كل ما يقرب من المنتخب ويظهر هذا التالق اصابات غامضه كده، وربنا معاهم. وشريف يا دوبك راجع، يعني اسلام محارب يمكن عنده كدمه خفيفه ان شاء الله لا تعيقه عن الفتره اللي جايه. كدمات مقدور عليها، لكن وليد سليمان كابتن الكبير والحاوي واللي شال فعلا الفرقه على كتافه الفتره الصعبه جدا في ظل كل الغيابات، كان وليد هو فعلا القائد اللي شايل كل الفريق بهمه وحماس وروح عاليه جدا من الموسم الماضي. اصيب لفتره زي ما تابعتوا حضراتكم، بدا يتعافى بشكل كويس، بل بدا يجهز ككوره، دخل في تاهيل كروي خاص مع أليخاندرو مساعد المدرب، ومن ثم بدا يدخل بشكل قوي في تدريبات الكوره عشان يكون جاهز للمرحله اللي جايه يا باشمهندس. يعني لعيب مؤثر جدا جدا، بالاجماع هو افضل لاعب خلال ما انقضى من 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 مباريات. نتمنى له الاستمرار التألق ويبعد عنه الاصابات يا رب. حسام عاشور ومحمد نجيب العائدان ايضا من الاصابه، نفذ البرنامج التأهيلي خلال مران اليوم. عاشور ونجيب يمكن التزموا بالتدريبات حول الملعب وبعض التدريبات المنفردة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل علشان يدعموا قوة الفريق في الفترة اللي جاية. يعني هقول لك إيه؟ يعني بقى التعليق حتى تقليدي يعني. عمرو جمال المهاجم العائد للأهلي بعد فترة طويلة واللي تم قيده السنة دي، مجرد ما تسجل في القائمة أصيب، لكن حاجة غريبة. لكنه بدأ فترة التأهيل والعودة للمران الجماعي، نتمنى العمر سرعة العودة لتدعيم القوة الهجومية للفريق اللي بتكتمل. شفتوا مروان محسن لما رجع عمل إضافة قد إيه مؤكد. مميزة جدا ليه مؤكد. وكمان وليد أزارو كلاعب هداف هيكون أيضا إضافة نوعية قوية جدا مع عمرو جمال وبقية اللعيبة، يكتمل الشق الهجومي في قوته بإذن الله. مارتن لاسارت المدير الفني بدأ يركز على بعض الجوانب التكتيكية الفنية المهمة في التدريبات لمواجهة المرحلة اللي جاية، خاصة أنه هيبقى محتاج كل اللعيبة. إن شاء الله يتمكن لاسارتي من أن هو يستثمر كل هذه الطاقات المميزة جدا للعيبة اللي موجودين معاه. الأهلي عنده دور وطني مهم جدا، عنده دور مجتمعي أيضا مهم جدا، ولذلك حتى مشاركة الأهلي وتفاعله مع الأحداث الوطنية ومع الدور الوطني والمجتمعي بيبقى له حالة أو له درجة من التركيز والاهتمام. فاكرين حضراتكم السنة اللي فاتت والسنوات قبل كده أيضا الأهلي كان بيستضيف دورة الدبلوماسيين في النادي. الدورة في كرة القدم عبارة عن بطولة بين السفارات الأجنبية اللي في مصر، هدفها مزيد من الدمج بين الممثلي البعثات الدبلوماسية المختلفة في مصر مع المجتمع المصري الرياضي بالذات من خلال النادي الأهلي كرأس للهرم الرياضي، وأيضا مع فريق دايما وأبدا بيمثل الخارجية المصرية. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي بيرأس لجنة منظمة خاصة بهذه البطولة اللي بقى تقليد سنوي كل السفارات بتسعد فيه وبتهتم فيه مع إدارة النادي الأهلي. المهندس خالد مرتجي زي ما انتم شايفين زار السفير الالماني يوليوس جورج لوي والملحق الثقافي وهشام مرزوق مساعد القنصل ومدير البطوله للتاكيد على ترتيبات البطوله اللي هيعقد ليها مؤتمر صحفي ان شاء الله ظهر يوم الاحد يا باشمهندس في النادي الاهلي في الجزيره بحضور الهيئات الدبلوماسيه الاجنبيه المشاركه في الدوره الدبلوماسيه. انا حضرت يعني المؤتمر الافتتاح لهذه البطولة السنة اللي فاتت. أيوة. ولمست مدى سعادة المشاركين من السفارات واهتمامهم بهذه البطولة. وبعدين تعليقاتهم بعد انتهاء البطولة مؤكد ان هم اضافوا الى دور مجتمع بتاع النادي الاهلي والاهلي اضاف اليهم ايضا، ومن ثم يعني نتمنى ليهم كل يعني إقامة ممتعة داخل أروقة النادي الأهلي ويعملوا بطولة جميلة تحقق أهدافها يا رب.
شوفوا البطولة لما يكون فيها 21 سفارة وهيئة دبلوماسية، شوفوا شكل التمثيل الرياضي الدبلوماسي لما يكون موجود في النادي الأهلي يوميا على تماس مع الواقع الرياضي. طب ده الحاجة ما يحب يطرق واحد الدماج. من السفارات يقول له من فضلك بعد إذن حضرتك يعني إيه؟ بكل دبلوماسية بدبلوماسية. ال 21 سفارة وهيئة اللي هتشارك في الدورة بتمثل ألمانيا وفريق زي ما قلت لكم وزارة الخارجية المصرية وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وسويسرا وإنجلترا وروسيا والبرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكوت ديفوار واليابان وأستراليا وكازاخستان وبعثة الأمم المتحدة وفيتنام وجامعة الدول العربية والهند وماليزيا. 21 هيئة دبلوماسية وسفارة بتشارك في الدورة. والمهندس خالد مرتجي قال إن الهدف الأساسي من استضافة الأهلي للبطولة هو استكمال الدور الوطني للأهلي كأحد المؤسسات الوطنية في الدولة اللي بتعمل بكل الجهد على المزيد من التلاحم وتقديم مصر في الصورة الطيبة للعالم كله. في حفل عشاء في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة هيبقى يوم 14 إبريل القادم، ده مع ختام الدورة بإذن الله. نتمنى إن شاء الله تنظيم جيد للبطولة وكعادة النادي الأهلي إنه يكون محتضن جيد لكل البعثات الدبلوماسية وخير سفير لبلاده مع هذا المحفل الدبلوماسي العالمي الكبير. هو المرة دي الأهلي سفير على أرضه. بالظبط. لكن حتى في الدور الوطني الرياضي الأهلي بيقدم كل لاعبيه لخدمة المنتخبات الوطنية، بيجهز أفضل العناصر عنده لكل المنتخبات سواء المنتخب الأول أو الأولمبي أو المنتخبات اللي في السن الصغيرة منتخبات الناشئين. قائمة المنتخب إلا أعلنها أجري المدير الفني للمنتخب للمرحلة اللي جاية اللي هيخوض فيها مباراة النيجر يوم 23 مارس في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم اللي هتقام في القاهرة قبل مواجهة نيجيريا وديا أيضا يوم 26، يعني في ماتش 23 رسمي و26 الماتش الودي بتاع نيجيريا. أجري اختار قائمة المنتخب يمكن كان فيها أسماء جديدة وفيها بعض المفاجآت سواء في الضم أو في الاستبعاد. إذا كان تم استبعاد النجم العالمي الكبير محمد صلاح نجم ليفربول وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، حجازي مصاب وصلاح الجهاز شايف أنه هو يعتمد على آخرين في الفترة ديت علشان يديله فرصة أيضا يستخدمه في مناسبات كبيرة، بالإضافة لاستبعد خماسي الأهلي محمد الشناوي ورمضان صبحي وحسين الشحات ومروان محسن وأيمن أشرف ومحمد عواد، بالإضافة إلى لاعب الأهلي استبعد أيضا محمد عواد حارس الوحدة السعودي للإصابة. القائمة شملت في حراسة المرمى محمود عبد الرحيم جنش من الزمالك وأبو جبل من سموحة وأحمد الشناوي حارس بيراميدز وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي. في الدفاع عمر جابر من بيراميدز ومحمد هاني من الأهلي وعلي جبر من بيراميدز ومحمود علاء من الزمالك وباهر المحمدي من الإسماعيلي وأحمد أيمن منصور من بيراميدز وكريم حافظ لاعب قاسم باشا التركي وأحمد أبو الفتوح لاعب سموحة. في الوسط عمرو السلية لاعب الأهلي ومحمد النني نجم الأرسنال وطارق حامد لاعب الزمالك وعلي غزال فيرنس البرتغالي ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز. وفي الهجوم أخذ محمود حسن تريزيجيه مهاجم قاسم باشا التركي وعمرو وردة المحترف في أتروميتوس اليوناني وإسلام جابر لاعب الداخلية وعمار حمدي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري وعبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي. وخد في الهجوم أحمد حسن كوكا أولمبياكوس اليوناني وصلاح محسن مهاجم الأهلي ومصطفى محمد مهاجم طلائع الجيش. صلاح محسن رغم ابتعاده عن المباريات لكن ثقة أجري فيه كبيرة جدا. هو أصل المهاجمين أنا برضو مدهش أنه ما خدش مروان محسن. يعني مروان عامل ماتشات كويسة وراجع بقوة، لكن اللي أنا عايز أقوله الراجل ده يعني قلبه حديد. قلبه حديد. ايوه. ده داخل على ماتشين رسميين وبيختار قائمة فيها 11 لاعب جديد صاعد. كلهم من صغار السن وما عندهمش الخبرات قبل كده لأول مرة ينضموا إلى المنتخب. أنا عديتهم دلوقتي. يعني جنش مرة دخل كده على استحياء وخرج على طول. فنعتبر ان جنش وابو جبل وعامر ثلاث حراس مرمى جداد لانج. مفيش الا
احمد الشناوي بيراميدز، وبعدين عندك محمود علاء ويستحق، احمد ايمن منصور ويستحق، احمد ابو الفتوح، هم شايفين انه ناحيه الشمال ممكن يفيد. ولا يعني انا لازم اقول ان برضو دي اختيار مرحلة، عايز يشوف الناس. لا مش دي ما ينفعش فيها مرحلة، انت ما خدتش معاك العدد الكافي من الخبرات الا اذا كان قناعة كاملة وهيقدم لنا نجم جديد، دعنا ننتظر. وبعدين عندك طبعا السولية ما لحقش يتهنى، نبيل دونجا يستحق، عندك عمار يستحق ولكن برضو فيها شجاعة. فيها شجاعة. عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي، وبعدين مصطفى محمد. محمود علاء الزمالك يستحق لأنه ما أنا قلت يستحق. لا أنا قلت مصطفى محمد طلع الجيش وهو برضو مهاجم واعد لكن برضو فيه جرأة في الاختيار. لكن اللي يدهشك بقى يعني، واحنا يعني تستطيع ان تلمس ان هو خلاص اللي عدى 30 تقريبا ملوش مكان في المنتخب. مفيش تقريبا من اصحاب السن الكبير حد. ولو كانت العبره بالتالق كان لازم يبقى وليد سليمان في مرحله ما اول منضمين. انا ليه هقول لك بعلق هذا التعليق و احمد فتحي واحمد فتحي، لا اقول الكابتن احمد فتحي في اصابه مش هيقدر ياخد، لكن الكابتن محمد علي، احمد علي مهاجم المقاولين صحيح، هداف الدوري كان لازم ينضم. لكن تشعر ان هو ايه لو سالته اذا اضطر يجاوب هيقول لك انا ببني فريق جديد. لكن هو بيبني فريق جديد حتى مش عينه على المنتخب الاولمبي، بيجيب من براه، بيجيب في مرحله وسط. وده كويس خلاص، يبقى هو يعني قد يفاجئنا انه فعلا الراجل ده قدم لمنتخب مصر عناصر جديده محدش خد باله منها، ويبقى عنده عين ثاقبه نتمنى له التوفيق. لكن اللي بيدهشني بقى يا اخي، هي مدرسه، هي ناس كلها بتفكر زي بعض. كابتن حماد عبد اللطيف واحد من اذكى والمع من لعب كره القدم واحرفه. صحيح. وانا ما قريتلوش قبل كده اراء متطرفه يعني، او ما سمعتلوش اراء متطرفه، لكن وهو يعلق على منتخب مصر لابد من الزج بالنادي الاهلي، فقال لك انا كنت متاكد ان عبد الله السعيد مش هينضم علشان ايري مش عايز يخش في خلاف مع جماهير الاهلي. طب ده واخد 3 من الاهلي، واخد 5 من البيراميدز. دي حاجه. الحاجه الثانيه وانت بتقول كده، طب هو ما خدش وليد سليمان، هتقول ما لعبش بقاله كام ماتش، لكن هو قبل ما يصاب وهو الان سليم كان احسن لعيب في مصر في كل الاستفتاءات، والوحيد اللي دخل في القوائم ومشي مشوار طويل في القائمه لافضل لاعب افريقي. ما حدش لو هو مش عايز يعني بيفكر فيها، لكن لابد من الزج بالنادي الاهلي. حاجه ناس عايشه تاكل وتشرب وتنام، ما بتفكرش غير في النادي الاهلي. وكمان الزميل مهيب عبد الهادي في الام بي سي لما سال الكابتن عماد النحاس عن صلاح محسن، وفي خلاف على اهميه صلاح محسن؟ مفيش خلاف. ساله طب حسين الشحات اغلى لاعب في مصر ازاي ما يكونش موجود في المنتخب؟ هو حسين الشحات لما يتالق مع الاهلي الفتره اللي فاتت ما اتخدش في المنتخب، يبقى ازاي ما اتخدش؟ صلاح محسن لما الجهاز الفني للمنتخب يبقى شايف عنده رؤيه للمرحله اللي جايه انه ده يبقى موجود، يبقى ليه خد صلاح؟ نشوف الكابتن عماد النحاس اللي بيقدم تجربه هايله مع المقاولين رد على مهيب بايه. تعليقك على الصفقه الاغلى في تاريخ مصر حسين الشحات مش موجود في منتخب مصر. ممكن برضو المرحله دي، لكن فيما بعد حسين هيبقى موجود. وفي لعيبه ثانيه انا ممكن اسال، بس ناصر ماهر بأداؤه مع النادي الأهلي اللي مش موجود، نيدفيد بأداؤه مع النادي الأهلي اللي مش موجود. احنا في المدافعين انا بقول بتتكلم على الأهلي بس؟ نعم بتتكلم على الأهلي بس؟
لا لسه بكمل كلام بكلم على احمد علي كان خد وعد انه يكون موجود والنهارده راجل بينافس على هداف الدوري. في المدافعين محمد سمير بيقدم بشكل كويس، في المقاولين ما حدش اتكلم عليه خالص. في حراسه المرمى كان حسن شاهين موجود والنهارده ابو سعود بيأدي، كان ممكن يكون ليه دور. فبس هي في اسئله للجهاز مش شرط ان وجهه نظر تكون هي المظبوط او تكون قريبه، بس ان واضح ان انت بتوسع القاعده على قد ما تقدر. تمام. تضم لعيبه على قد ما تقدر، لكن انا بشوف ان المراحل سريعه. النهارده شهر 3 توقف دولي، هتلعب مباراه رسميه ومباراه وديه، وبعدين مفيش حاجه غير كاس امم. فانا بقول ان دي اخر وقت تشوف فيه لعيبه. تمام. بعد كده خلاص هيبقى عندك ال 50 لعيب اللي تقدر تختار منهم. صلاح محسن، مصطفى محمد، واحمد حسن كوكا، ده خط الهجوم. يعني انا بشوف ان كوكا من الناس اللي اتظلموا في كاس العالم بصراحه. يعني الراجل كان موجود من بدايه فتره مستر كوبر بالكامل، وبعدين على البطوله يتحرم من كاس عالم، في حلم بالنسبه له اكيد، حلم كبير ان انت تبقى موجود في كاس عالم. صلاح محسن ما بيلعبش، يعني احمد علي بيلعب وهداف الدوري. طب ايه وجهه النظر؟ طب وجهه النظر، وجهه نظر انا بس وجهه نظر برضه، يعني هو وجهه نظرهم تحترم جدا يعني. هم في الاخر هم اصحاب القرار يعني. تمام. احنا بنتكلم بنتناقش مش اكتر يعني. طبعا. صلاح محسن زيه زي هو اللي هيتحاسب مش احنا، زي عمار، زي مصطفى محمد، السن الصغير زي احمد ابو الفتوح، الناس اللي هي مواليد 97 و98 و99 اللي قوام اساسي للمنتخب الاولمبي مع الكابتن شاور غريب، ان يكون لهم فرص تواجد مع المنتخب الاول. تمام. فصلاح من ضمن القوام، وهو شايف انه ممكن يكون لعيب ليه دور في المنتخب في فترات بعد كده. هو طبعا كابتن عماد رد بموضوعيه، قال لك في ناس هيبقى لها ادوار بعد كده في المنتخب، يعني حسين الشحات، وهيستمروا في الضغط عليه، الصفقه الاغلى زي ما بيعملوا في صلاح محسن، الصفقه الاغلى. طب ما انتوا مع ساسي بتقولوا الصفقه الاروع، لا بتقول الاغلى ولا بتقول بالظبط، وكل صفقات بيراميد الكينو الثقيله وخربين، ما هي صفقات غاليه. هو الصفقات الغاليه عشان اللعيبه دي تالقت في ظروف مهمه، والسوق خلى ده سعرها، وسوقها ده وسعرها ده. لكن وجودها في الدوري المصري عامل حاله طبعا، عامل هو النادي الاهلي يعني بالصدفه كده اداؤه يتعدل، ودول ما بيأدوش مش ممكن، لازم لهم تاثير، هو رمضان صبحي وحسين الشحات حتى لو التاثير احنا عايزين اضعافه، لكن مؤكد التاثير واضح جدا طبعا، ان الاهلي فرقه تقيله دلوقتي طبعا، واخد بالك؟ فارجو ان النغمه دي يعني نهدى بقى، وده اللي انا كنت عايز اقول. يعني انا كنت فاكرك هتسالني في حاجه في التقديم يعني. ليه انا قلت النواه وقلت الرجل الرشيد يعني. احنا هنا قلنا هو فين الرجل الرشيد، يبان بقى ويخلصنا من الازمات دي كلها. وعندما اقول رجل رشيد هو رمز، مش معناه انه راجل يعني. مش شخص بعينه، انما حد على مستوى المسؤوليه يدرك ان الامور لا يمكن تستمر على هذا النحو. وقد كان. خلاص بقى انتوا كلكم مش عارفين تتفاهموا مع بعض، مش عارفين تقدروا مسؤوليه البلد، مش عارفين تقدروا اللحظه، لا يبقى يحصل قرار لا يمكن مناقشته. قرار امني، في رؤيه بتقول الكلام ده ما ينفعش. وهو الكلام ده ما ينفعش، لان هي مش رؤيه، ده رؤيه واضحه جدا. انا الاوان يا استاذ ابراهيم، كلنا بقى، وابدا بنفسي، اذا كنت انا في لحظه من اللحظات تصورته، وده انا كنت متصور ان انا ما بعملش غير ان انا احاول اكون موضوعي وان انا احاول اهدي، لكن برد في حقوق النادي الاهلي. لكن احنا داخلين على مرحله مصر ما تستحملش الا كل هدوء وكل سلوك رياضي وكل التفاف وتلاحم، ودعونا نبدأ من جديد، دعونا نبدأ من جديد مسؤولين، جماهير، إعلام، لأن الإعلام بيقود كل حاجة. أيوة. الإعلام يقود كل شيء. سيبكوا بقى من النواحي الشخصية، وسيبكوا بقى شوية نهدى شوية، وكل واحد ينشغل انه يطلع من المؤسسه بتاعته افضل انتاج للبلد. بالظبط.
ها؟ يبقى ده مسؤوليتك انت. ونتجنب نتكلم على بعض خالص. نتجنب نتكلم على بعض حتى لو بالخير. ما نتجنب نتكلم على بعض، واحنا محتاجين نتكلم على بعض ليه؟ على فكره يا استاذ ابراهيم تملي، انت ما تتكلمش على حد اللي اذا كنت مش قادر عليه. لان طول ما انت بتقيمتك في 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 ذاتك، ها؟ انت منشغل انك تبقى الافضل. اول ما تتكلم على الاخر يبقى انت حاسس ان في مشكله انك تتغلب، الا لو الاخر ده شوهته شويه او فطسته شويه او صدرت له مشاكل او. لكن انا شايف دلوقتي ان المنافسه قويه والفرق جامده والدوري صاخب والدنيا محتاجه ان احنا نهدى كلنا، كل واحد فعلا يركز في عمله فقط وفي مؤسسته فقط وفي ناديه فقط، ونتجنب نتكلم على بعض. مهندس عدلي لمس النقطة المهمة الحقيقة، لأنه لو كل الناس كل واحد ركز في شغله وفي عمله وفي المسؤوليات بتاعته، مسؤولياته تجاه كل الأطراف، مسؤولياته تجاه بلده، مسؤولياته تجاه ناديه، مسؤولياته تجاه حتى قيمه المهنية والتزاماته والمعايير العامة اللي المفترض تحكم الناس كلها، لو الكل التزم بهذه المعايير وهذه الضوابط مش هيبقى في مشكلة. انتوا حضراتكم تقريبا حافظين انه ملك وكتابة من اول ما بدأ الثوابت الدايمة بتاعته والنهج المستقر بتاعه ان احنا لا بننزل بمستوى حوار ولا بنخرج على نص ولا بنتكلم بالدعاء ولا بنلصق اتهام بحد، وحتى لما بنشاور على حاجة بنشاور عليها بشكل موثق مستندي بالفيديو أو بالمكتوب، وبيبقى ليه علاقة بالخط العام أو التاريخ أو تصحيح معلومة أو بنصحح معلومة أو بننقذ أذهان الجماهير من أن هي يعلق بيها صورة ذهنية خاطئة. تيجي تقول لي كذا أقول لك لا ما حصلش، ما تسيبش الناس تنجر ورا هذا المفهوم الخاطئ، الصح كذا، وبنطرح حقيقة الأمر وبنسيب للمتلقي أو المشاهد أن هو اللي بيقيم الأمر بين هذا وذاك. لكن لما الامر يتعلق بالاشخاص كتير، لما احنا اتكلمنا احنا نعي جيدا انه اي حد بيؤدي مثل هذه المهام والاعمال ماشي على اشواك، واي حد زي ما بيتقال بيتبرع بجزء او بيتصدق بجزء من سمعته العامه نظير انه هو بيواجه خطا او بيحاول يشاور على خطا او بيصوب امور مفروض ما تكونش موجوده للمصلحه العامه. وحتى لما بقول المصلحة العامة، مصلحة الأهلي جزء من المصلحة العامة، زي مصلحة أي نادي الحقيقية هي جزء من المصلحة العامة، لأن هي في النهاية دي مؤسسات عامة على الجميع إن هو يحميها ويحافظ على قيمها ويحافظ على حقوقها المشروعة المشروعة. لكن لما يتعلق الأمر إن أنا ألاقي زميل طالع بيوجه لي أنا سؤال شخصيا بالاسم، وتقريبا في السؤال مبطن باتهام يتعلق بالذمة، هنشوف الزميل إيهاب الفولي وهو مصمم يوجه لي هذا السؤال، وربنا يقدرني واعرف اجاوب. الاستاذ ابراهيم المنيسي سؤال واحد بس، مش هكتر الاسئله، هقول له انت رحت ماتش اعتزال فؤاد انور في السعوديه ولا لا؟ يا استاذ ابراهيم المنيسي رحت ماتش فؤاد انور في السعوديه ولا لا؟ بس انا مش هكتر، مش هسأل أكتر من كده عشان ما أروحش في حتت تانية. هو في حتت تانية؟ طبعًا. في حتت تانية؟ طبعًا الماتش ده. في حاجات تانية. الماتش ده راح في مجلس يعني راح في مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، اللي حصلت فيه الأزمة إن عبد الله السعيد ما راحش وفلان ما راح وأحمد فتحي ما راحش، وده اللي كان فيه اتقال اتخذت فيه الساعات واتخذت فيه الأظرف واتخذت فيه واتخذت فيه واتخذت فيه. أنا مش هسأل أستاذ إبراهيم المنيسي رئيس تحرير النادي الأهلي، مش هسأله غير بس سؤال. أنت عندك معلومة يعني؟ بسأله سؤال واحد هو يجاوب عليه، رحت ماتش اعتزال فؤاد أنور ولا لأ؟ طب ما هيقول لك ما أنا رحت الماتش. يقف بقى يعني مع نفسه. هو يقول لك أنا رحت الماتش. ما هو بقى يسأل ماشي يعني واحد يسأل نفسه يعني إيه؟ يسأل نفسه الأسئلة المشروعة. أنا بحترم إعتزال ابن إبراهيم المنيسي، رحت الماتش. رحت الماتش؟ طب اسأل نفسك إيه اللي حصل معاك في السعودية؟ يجاوب بس، يقول راح الماتش ولا ما راحش، سافر السعوديه ولا ما سافرش. سافر السعوديه. طيب يسال نفسه بقى ايه اللي حصل هناك. اللي حصل معاه هناك يخليه يكسر القلل.
بطلوا مزايدات. عموما اكيد اكيد انا مش مكان ابراهيم المنيسي. انا سالته سؤال. اكيد مش انا يعني. لا لا انا سالته سؤال. انا عرفت خلاص. انا سالته سؤال. انا عرفت مغزاك. انا عرفت انا ما بقى. انا ما عنديش الواقعه. لا لا انا فهمت. انا سالته سؤال اهو وهو عنده منبره الاعلامي في مجله النادي الاهلي وعنده منبره الاعلامي في قناه النادي الاهلي. سالته سؤال يوحد ربنا. ما قلتلوش حاجه غيره. يا استاذ ابراهيم المنيسي يا اللي اتعلمنا منك كل حاجه حلوه. رحت ماتش اعتزال فؤاد انور ولا لا؟ بس ده سؤال. احرجتني يا ايهاب والله. احرجتني وربنا يقدرني واعرف اجاوب. هي الفكره كلها بس انت عمال تركز انت رحت وايه اللي حصل. طيب ولما يكون ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أنت عندك الإجابة وعمال تلف وأحمد جمال يقول لك راح، تقول له طب قول له إيه اللي حصل معاك. طب يا سيدي عايزني أجاوب. أنا آخر مرة زرت فيها السعودية كنت بأسرتي بعمل عمرة في يناير 2014 من 5 سنين وشهرين. من 5 سنين وشهرين ما دخلتش المملكة العربية السعودية. انت جبت ده منين؟ معرفش. المعلومة اللي انت متأكد منها وعمال تتك عليها مين قالها لك؟ برضو اللي قالها لك يملك من الوثائق ومن النفوذ ان يقدر يقول لك لا ما دخلش وما جاش. لكن ان انت تحاول تطرح سؤال لا. وانا بجاوبك انا لا رحت لا فؤاد عبد السلام ولا فؤاد انور ولا زرت المملكة العربية السعودية إلا من 5 سنين وشهرين لأداء العمرة بأسرتي، مش دعوة من أي حد. جبت ده منين؟ أنا معرفش. عايز تقول من وراء إيه؟ معرفش. بس أنا دايما وأبدا بقول اختلف معايا في الرأي، قول إن أنا غلط، أنا مش صح، مش شرط إن أنا صح، مؤكد محدش بيمتلك الحقيقة. لكن أما تيجي تتك على جزئية أنت رحت وخدت إيه، أنا لا رحت ولا خدت، وعليك ان انت تعتذر لنفسك. انت بتقول ان انا اقعد مع نفسي واعتذر لنفسي، لا والله انت اللي مطالب ان انت تعتذر للقيم المهنيه نفسها، تعتذر لسلوكك او لحتى لاي ضابط اخلاقي بيقول لك لازم انت تتاكد وتتبين. انت لو كنت سالتني في التليفون هقول لك لا ما رحتش. لو عندك عكس اللي انا بقوله له طلعه وهعتذر لك وقتها. لكن انا لا رحت ولا جيت، واي حد راح كرم في السعودية في هذه المباراة، ايه المشكلة؟ انا ما رحتش. بس حتى اللي راح مش السعودية يا سيدي، اللي راح اي مباراة خارجية وتم تكريم بعثة موجودة، ايه المشكلة في اللي حصل؟ لو انت فاهم ان ده كان في اطار اللي انت عايز تذهب اليه ان هي على سبيل الرشا، تبقى انت عندك فهم خاطئ خالص، انت مسؤول عنه. لكن مؤكد ان كل الناس أصحاب أسماء كبيرة جدا، أصحاب قمم عالية جدا، اللي بيستضيفهم وبيرحب بيهم بيعبر عن حجم الضيافة وحجم الاستقبال، ده يخصه. لكن إن احنا ننزل للمستوى تحول كذبة إلى اتهام صريح بتتك عليه وتكرره 10 مرات، أقدر أقول لك للأسف كل اللي اتقال لك كذب، وكل اللي أنت نقلته كذب، وأنت مدين بالاعتذار لنفسك انك روجت الكذبه. من 4-5 سنين وشهرين انا ما دخلتش المملكه العربيه السعوديه. يعني احنا لسه كنا بنتكلم نقول ايه؟ ما دعنا نبدا بدايه جديده وبتاع، بس انا ما اقدرش اصادر على حقك في ال لا لانه هو يعني طبعا يعني عمال يكرر، وانا عايزه يقعد مع نفسه وعايزه يجاوب نفسه يعني، واحمد جمال يقول له طب راح، يقول له لا عايزه يقعد مع نفسه. قعدت يا سيدي واتمنى ان انت تطلع حاجه غير كده. طب لا بس واضح ان هو في حاجه يعني، هو متضايق من حاجه. انا اعرف علاقتك بيه يعني، علاقتي بكل الزملاء يعني، يعني يعني انا ما عنديش حتى اي ضغينه في ان لما بنعرض راي لحد بنقول هو ده رايه. هو بيتكلم ويقول الصحفي اللي اتعلمنا يعني، يعني لا ما هو ما ينفعش ان انت تقول جمله طيبه. لا انا قصدي اقول ايه يعني، وتتبعها بالتهم يعني. هو صريح. موقف اللي قال لك ضحك عليك يا إيهاب. نطلع فاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي اكثر من مجرد نادي. لما تتامل دوره، لما تتابع تصرفات مسؤوليه، لما تقرا تاريخه، تلاقي باستمرار ساهم بقدر كبير جدا في تكوين وجدان جمهوره على شكل معين. كان لازم تكملها ولما تشوف تاثيره. ولما تشوف تاثيره ما اقدرش اتاخر على الباشمهندس. لانه بيأثر على تربيه ناس كتير من اللي بتحبه. صحيح. عايزه تعيش العيشه دي اللي الاهلي محتضنها. صحيح. الاهلي متبنيها. صحيح. ولما نتامل هو اصلا ده كانت فكره في 1907 لشباب وطنيين بيقاوموا الاحتلال وبيعملوا تجمع، وبعد كده يقود حركة وطنية طويلة عبر كل العقود. لكن المهم ان طبيعة جمهور الاهلي مع الاهلي مختلف، محتاجة حتى الناس علماء الاجتماع يقفوا عندها شوية، لانه هتلاقي جمهور الاهلي لما تحللوا كده في سلوكه عايز الاهلي بطل دايما، بس عايزه بطل مختلف، عايزه بطل في الملعب وبطل في الموقف، عايزه يجيب جون في الشبكة، وعايزه يجيب جون في أي مناسبة أو أي مشكلة يستند فيها إلى مبدأ. طب لما يتعرض للاختيار بين المبدأ والنتيجة، ولما يفرق بالظبط يفاضل بين كرة في الشبكة ولا جون في موقف أو في مبدأ، تندهش جدا انك تلاقي جمهور الاهلي رايح للمبدا. رايح للمبدا ربما لثقته التاريخيه برضو، انه المبدا هو اللي بيجيب الجون في الشبكه. وانه ما من موقف تاريخي، احنا استعرضنا المره اللي فاتت بعض الاحداث التاريخيه اللي الاهلي اخذ فيها موقف. لكن ما من مره الاهلي استند او دافع او انحاز لموقف يستند فيه على مبدا بحق مشروع من وجهه نظره طبعا، الا والسماء باركت قراره، الا انك انت تلاقيه وفق في ما خاضه من موقف باستمرار. بيسنده في ده دايما وابدا هذا الوعي في العقل الجمعي لكل الاهلاويه. يعني يا استاذ ابراهيم، يعني ونحن نتحدث عن هذا الامر لازم الناس تكون فاهمه ان احنا مش رابطين الاحداث. يعني احنا مش الموقف الاخراني ده ما حدش ينظر له من منظور النصر والهزيمه. طبعا طبعا الاهلي لم يخرج منتصرا ولكن لم يخرج منكسرا. فانت احنا مش بنتكلم هنا مين انتصر ومين بالعكس، احنا بنتكلم هو الناس بتحب الاهلي ازاي وليه الاهلي كده. ليه يعني الاهلي كده؟ ليس بالعكس، انا شايف دلوقتي ان علينا نبني كلنا، لا تعالى كلنا نتبنى موقف، احنا هنتنافس منافسه شريفه، احنا كلنا مع بعض علشان مصر تستحق مننا في هذه اللحظه هذه اللحمه وهذه الوحده وهذا التوجه الاخلاقي، التوجه لمصلحه مصر ومصر فقط. لفت نظري في السياق اللي المهندس عادل قاله، طب وماذا لما الجمهور يقارن بين الحاجتين، كره في الشبكه وهدف في موقف، يختار ايه؟ الزميل العزيز محمد مصطفى مدير تحرير البرنامج على الفيسبوك طرح سؤال دمه خفيف لكنه لا يخلو من عمق الحقيقه. استفتاء للاهلاويه وفكروا كويس قبل التصويت، ايهما تفضل انت كاهلاوي؟ مباراه الاسيوطي يوم 28 تكون في الكاس ونكسبها اللي هو بيراميدز، وده معناه ان الاهلي اتفرض عليه قرار خطا وخسر معركه في المبدا. يعني يلعب كان الماتش في الدوري ويخسر الموقف بتاعه اللي دافع فيه عن حقه المشروع، ولا نقم اتنين يلعب هذه المباراة تكون في الدوري ونخسرها وده معناه ان الاهلي اتفرض عليه القرار وانتصر في المبدأ، يلعب في ديت ولا في ديت؟ تتخيلوا ان نسبة التصويت من جمهور الاهلي اللي صوتوا 1379 واحد، النسبة المئوية دالة جدا ومهمة الحقيقة، لانه تلاقي 2% بس فقط قبلوا ان المباراة تبقى في الكاس، و98% انحازوا للموقف في المبدأ نفسه حتى لو تخسر. فبص الجمهور اللي ما بيحبش الاهلي يخسر اي بطوله او يخسر اي مباراه بيلعب فيها مهما كانت ضد مين وفي اي مناسبه، باستمرار اتعود وتشكل وتكون
مزاجه العام على انه الاهلي بيكسب. ما عادش، ودي مشكله على فكره حتى محتاجه تتناقش ومحتاجه ان الناس تفتكر دايما وابدا ان دي رياضه كل النتائج فيها ورده، وان انا لما بلعب بلعب وقدام مني ثلاث نتائج، بسعى للمكسب وبتجنب الهزيمه، وقد يفرض عليا التعادل فنيا، لكن حتى لو لعبت كويس والمنافس كان افضل مني واحق مني بالمكسب لازم اتقبل المبدا الرياضي نفسه. حتى الجمهور اللي ما عندوش استعداد يناقش المبدا الرياضي من فرط ثقته الكبيره جدا في قوه الاهلي وجدارته واحقيته بالمكسب، لما بيقارن او يفاضل من مساله فيها مبدا بيروح للمبدا. هو بص الله زي استاذ ابراهيم، هو انت كنت بتعالج الازمه دي او في هذا المشكله من منظور ان الصح ده الصح انك تتمسك بالموقف كده، ولا كنت عايز توصل من خلالها لمكاسب معينه؟ فاذا كنت عايز توصل منها لمكاسب معينه تبقى انت خسران. لو انت بتتكلم من منظور ان هو ده الموقف الصح حتى لو هتتعرض للهزيمه فتبقى انت كسبان، انا فهمتها كده، ملهاش الا كده. تلاقي كمان هذه الروح العاليه جدا عند جمهور الاهلي، وهذه البصمه اللي واضحه جدا في التكوين حتى، خلت شباب مش رياضيين، شباب جمهور عام، عنده هذه القدره من استلهام روح النادي الاهلي في حياته. ودي مساله برضه لازم تدرس وتتبحث، لانه ان انا الاقي محمد فارس شاب بيكلمني، بيعزيني الاول في الاستاذ خالد التوحيد عليه رحمه الله، وبيكلمني على ازاي هو في الظروف الصعبه جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمه من البصر ومنحه البصيره الثاقبه، استلهم روح الاهلي، واخد روح الاهلي هي الحافز الحقيقي له في الحياه. عارفين محمد فارس بهذه القوة وهذه الطاقة من التحدي وصل لإيه؟ نشوفه وهو بيتكرم الأول على قسم الإعلام في كلية الآداب في جامعة حلوان، طلع الأول، نشوفه ونبارك له. يلفت نظري بقى ايه يا استاذ ابراهيم؟ طبعا انت يعني هتستعير كلماته لما هنشوفها بعد كده، وبيقول استلهمت من الاهلي روح التحدي و وكلام ده، لكن يلفت نظرك حجم الحفاوه بيه. زغاريد هو بذاه تصفيق متواصل، يعني هو اعتقد ان هي دي الجايزه بتاعته. نشعر انه قد تميز تميزا خاصا قوي. وعلى فكره هو غير محمد فارس ابننا بتاع اسكندريه. ايوه، انما يبدو ان الاسم ده له ارتباط بالتفوق، كلهم فوارس. التفوق وال يعني ناس نابهه. فارس. فانا فرحت بالحفاوه قوي اللي استقبل بيها، وهذه الحفاوه وهذه القدره على قهر المستحيل كانت دفعت الزميل العزيز خير رمضان يستضيفه في برنامجه اخر النهار. استضاف قبل كده
هذا الشاب الأهلاوي القادر جدا على قهر كل شيء لدرجة أنه يبقى الأول على دفعته. نشوف لما خير رمضان إدى الفرصة لمحمد فارس أنه يطل على الشاشة كمذيع يحقق له أمله أليا. مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة من آخر النهار. أول حلقة ليا مع حضراتكم في آخر النهار، سعيد جدا أني موجود معاكم. طبعا حضراتكم أكيد عايزين تعرفوا حكايتي إيه، خلوني أقولها لكم في الآخر، بس لحد ما أقول لكم حكايتي أنا مش هفرض نفسي عليكم، بس أتمنى أنكم تقيموني وتشوفوا أنا أنفع مذيع ولا لا. مساء الخير يا أستاذ خيري، وسعيد جدا بتواجد مع حضراتكم. مساء الخير يا محمد، أنا اللي سعيد بوجودك معايا. محمد طالب في كلية إعلام في سنة ثالثة، حلم حياته أنه يشتغل مذيع في أداب حلوان قسم إعلام. محمد بدأ صحافة من بدري قوي وهو في المرحلة الإعدادية، عنده طموح كبير، وإحنا حبينا النهاردة لأن حلقتنا عن التفاؤل، عن بث الأمل. حلقة كلها فيها حاجات مبشرة جدا تدينا طاقة إيجابية في وسط سلبيات كتير طاغية علينا. فرصة النهاردة إن واحد من صناع الأمل في مصر قاعد جنبي، واحد عنده تحدي وعنده إرادة وعنده ثقافة، وهتشوفوا ده بنفسكم. طيب خيري كان بيتكلم على محمد فارس وهو لسه في سنة تالتة قبل ما يتخرج، لكنه نموذج لبث التفاؤل والروح والطاقة. طب انت يعني أثرت فينا حب الاستطلاع، مش كنا شفنا هو تجربته بقى وهو بيعمل مذيع، هو يعني كمل الحلقة مع خيري كمذيع، لكنه كان لازم أدى من الأداء اللي يخلينا نقول للدكتور محمد العدل المشرف على قناة الأهلي وبنتمنى له كل التوفيق، انه ياريت نظرة على هذا الشاب، لانه فعلا ممكن يمثل طاقة ايجابية هائلة جدا للشباب ويبث من التفاؤل الكتير، خاصة لما نسمع محمد فارس في لقاء النهاردة مع كاميرا الاهلي قال ايه عن تجربته مع روح النادي الاهلي، وازاي يقدر اي شاب عنده ظرف يستلهم كل طاقة ايجابية ويستلهم كل قدرات التحدي. الاهلي مجرد فكرة قايمة على ضوابط والتزام واحترام وإرادة، إرادة بتتمسك بالتفوق، تتمسك بالنصر، تتمسك بأنك تبذل كل اللي عليك لأجل ما تحقق هدفك. هذه الروح إزاي يستلهم منها محمد فارس يا باشمهندس النجاح بتاعه والتميز اللي قاله النهاردة الكاميرا الأهلي؟ أنا اسمي محمد فارس، 22 سنة، 23 سنة، خريج إعلام دفعة 2018 إعلام حلوان، الحمد لله الأول على دفعتي، الأول على إذاعة التلفزيون، 4 سنين. يمكن الناس كتيرة قوي مش فاهمة فكرة النادي الأهلي، كلمة قيم ومبادئ والنادي الأهلي زي ما بيقولوا نادي الدولة ومش عارف إيه، الناس مش فاهمة الكلام ده، محدش يفهم الكلام ده غير أهلاوي بجد. إزاي ده حصل أو ليه بقولك كده؟ لان انا مثلا على المستوى الشخصي انا مثلا ما استفدتش من الاهلي ماديا بمعنى بشكل ملموس، لكن كل الاستفاده معنويه، لكن المعنويه دي كانت سبب كبير قوي في تغيير مسار حياتي. يمكن اول مره ادخل النادي الاهلي من سنه، لكن علاقتي بالنادي الاهلي كانت بدات بشكل فعلي او بشكل فعلا حد اهلاوي بجد من 4 سنين. عايز اقول لك انه كنت بشوف اصرار فكره اصرار النادي الاهلي، الامل اللي بيتولد عند لعيبه النادي الاهلي في الدقائق الاخيره ده على فكره مش كلام بيتقال في الهوا. الامل ده كان هو السبب ان انا اكمل جزء كبير من حياتي. يعني انا هقول لك ان انا لما جيت ادخل اصلا كليه اعلام او قسم اعلام كان القسم اصلا مغلق بداعي ان احنا مش هنعرف مش عارف ايه. طب انا قلت طب انا اهلاوي، طب هو انا اهلاوي اسم ولا الناس دي علمتنا انه لازم تكون مختلف؟ ما هو انت مش هينفع تنجح اصلا، او فكره طعم النجاح مش هتلاقيه او مش هتحس بيه غير لما يتولد من 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 ياس او من ازمات او من تحديات بتفرض عليك. هي دي كانت البدايه، كانت البدايه ان انا كنت بشوف كل حاجه بتحصل او بتقوم بها لعيبه النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي، لا هنا كنت بقول انا لازم اكون مختلف. هقول لك على موقف، يعني مثلا كان اكتر حاجه هنا فرقه في حياه نصر في فكره ان انا مش بشوف يعني او كده، ان انا مثلا مش معايا عربيه، دي كانت اكتر حاجه فرقه معايا في الطرق.
يعني بتستحمل بقى يعني يعني كلام الناس اللي هو ممكن يكون انت قال لي نزلك طب انت نازل تعمل ايه طب مش عارف ايه. لا كنت باخد الكلام ده اقول على فكره انا اهلاوي والله زي ما بقول لك كده تقول انا اهلاوي طب ما هو النادي الاهلي الحكام في اوقات مش عارف بيعملوا ايه طب ما هو الناس دي بتتشتم على فكره وعادي جدا يعني بيتشتموا بس الكيان بيخليهم يعملوا طب ما انا ممكن اتحدى عشان 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 اوصل عشان ما اقولش الاهلاوي بالاسم. بص انا عملت حوار مع البشمهندس عادل لقاي السنه اللي فاتت وانا لسه طالب ف عارف اللي هو انت عايز تبدا حياتك في النادي بس ما خايف تقول كده لانك لسه ما نجحتش عارف من كتر عظمه النادي او النادي ده عظيم قوي فانت مكسوف تقول لحد انا امنيه حياتي ان ابدا في النادي الاهلي فانت عمال تحاول تنجح او تدور على حاجه انك تنجح فتوصل الاول على الدفعه عشان تقدر تقول لحد من مسؤول النادي الاهلي انت عايز تبدا حياتك في النادي الاهلي. يعني انا مثلا بكلم كابتن عدلي فقال لي كلمه مهمه جدا قال لي انا بدات حياتي في النادي الاهلي وانا في اول عشرينات. الكلمه دي عايز اقول لك فرقت معايا جدا انا يعني خليتني لا قلت طب ما انا ذاكر قوي بقى جدا 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 عشان اطلع الاول على الدفعه ساعتها اقدر اقول لا انا امنيه حياتي ان انا ابدا مثلا في مركز اعلام في النادي الاهلي. طب انا اقدر لكن انا كده طب انا مثلا كانت امنيه حياتي عارف لما رئيس نادي تبقى يخليك امنيه حياته امنيه حياتك كفرد انك تقابله كابتن محمود الخطيب. بس انا قلت طب انا هقابله اقول له ايه اقول له انا جاي اسلم عليك انا واحد من جمهور الاهلي لا صعب جدا طب ما انا لازم اعمل حاجه عشان اقول له لا انا اهلاوي على فكره واقولها له بثقه بقى طب لا انا اهلاوي على فكره طب ما انا عايز يكون ليا دور في النادي عشان انا عملت حاجه لكن طب انا اروح اسلم عليه وابقى مبسوط ان انا خدت صوره معاه لا وحشه قوي يعني ما ينفعش اكون اهلاوي واعمل كده. فدي كانت البدايه. وبعدين كمان قال لي ثلاث كلمات مهمين جدا قال لي عشان تبدا حياتك في النادي الاهلي او قال لي انا عشان بدات حياتي في النادي الاهلي كان عندي ثلاث حاجات او اي حد بيكون عنده ثلاث حاجات دول الاخلاص وانكار الذات والثقه الثقه انك هتقدر وانك دايما على الحق فانت هتفضل مصمم على اللي انت عايز توصل له لانك دايما على الحق. فخدت الست جمل دول الاخلاص وانكار الذات والثقه واضافه ان انا بدات حياتي في الاهلي في العشرينات قلت لا يبقى انا لازم اعمل حاجه بقى عشان ابدا في النادي الاهلي. ودي كانت البدايه. هو كان وسيبقى كان وسيظل مش كان بس تقريبا عايش بكل حاجه في بتحصل للنادي. يعني انا هقول لك خلينا ناخد من المواقف الاخيره ومفيش احسن من الحاجه العمليه اللي ممكن تطبق عليها. هو الناس بتاع النادي الاهلي او مسؤولي النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي ومدير الكره في النادي الاهلي مش لهم اهل وليهم ناس اكيد بيقول لهم طب انتوا ممكن الناس بتعتقد ان انتوا بينال من كرامتكم او الناس بتحاول تنال من كرامتكم. هم الناس دي مش ليهم بنات وليهم ولاد وليهم احفاد وليهم طب ما الناس دي كانت بتتشتم بالليل وبالنهار من كل الناس سواء بقى من 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 من, من, من ناس ايا كان مين هم بس كان بيحصل بس الناس دي ما كانتش بترد. انت عارف دي معناها ايه؟ عارف هي دي بقى قيم ومبادئ النادي الاهلي. ما بفتكرش الحقيقه لحظات وحشه كتير مع النادي الاهلي لانها من كتر الحاجات الحلوه احنا بننسى الوحش. هقول لك على حاجه اصل البطولات اللي النادي الاهلي بياخدها دي رمز هي الرمز بمعنى ان مش البطولات هي اللي بتخلينا نحب النادي الاهلي لا ده القيمه والمبدا والاسس والاحترام والثقه والقدره كل دي هي اللي بتخليك تحب النادي الاهلي مش فكره البطوله. البطوله ما هي الا رمز بيتوج مجهود النادي الاهلي عشان يرتبط اكتر بجماهيره. هي لازم اشكرك يا ابراهيم لازم اشكرك على الفقره دي اشكرك لانك قدرت بحسك الاعلامي انك تعرف ان دي هتبقى حاجه مختلفه. محمد هو انا افتكرت دلوقتي انا على فكره الموضوع ده نسيته خالص ده من مده وانا عاده بيجي لي طلبه كتير من الكليات يطلبوا مني حوار بيبقى ضمن مشروعهم ضمن فانا ببقى حريص جدا يعني ما كنت يعني يمكن الاعلاميين الكبار ما بقاش يعني مهتم لا مهتم وكل حاجه بس ما بقاش بهذا الحرص ان انا مهما كانوا رايح حاجه لازم اقابلهم. فمحمد دلوقتي الكلام اللي قاله خلى الحياتي معنى. خلى الحياتي معنى انا بشكره هو
انت يا ابني مكانك هنا ان شاء الله. انت مكانك عايز اقول ايه؟ انا عايش قصة كدت اي اسمنها الى وقت قريب. ان انا فعلا اكون قادر اعمل جيل من الاعلاميين اللي بيحبوا الاهلي يطلعوا كما نماذج خاصة مختلفة كيف تحب الاهلي. كلمتني كتير وكتير وكلمت كل المسؤولين، بس في نوع ندعت في نوع من الاستجابة في الفترة الأخيرة بإذن الله نشوف. عايز أقول حتة هنا للأمانة، لأنه خالد في دار الحق وإحنا في دار الباطل. محمد فارس لما كلمني قال لي بعد ما طلعت مع خير رمضان الدكتور خالد توحيد كلمني وقال لي يا موهوب ده اللي أنا كنت لسه عايز أقوله، لازم تكون موجود معانا في الأهلي. فهو حتى محمد فارس وهو بيكلمني ترحما على خالد الله يرحمه بيذكرني انه كان في وعد منه، فانا قلت له لا اعتبر انه خالد زي ما وعدك هتبقى موجود، هتاخد فرصه، هنشوف الناس او هنقدمك ان الناس تشوف النموذج بتاعك. استاذ ابراهيم، الاستاذ محمد فارس هذا كلام ليس من قبيل المجامله، هو يستحق صحيح بجداره ان يكون اعلامي ناجح. صحيح، هذه السلاسه، هذه الانسيابية في التعبير، هذا التفكير الواضح جدا، القيم اللي طالعة من جواه بدون ادعاء، منظمة له حياته ازاي، الأمثلة التي استند إليها أثرت في كل موقف في حياته ازاي، هو ده النموذج اللي تقدر تقول كلنا عايزين نبقى زيه، كلنا عايزين نبقى نتعلم كده في الصعاب. إذا كان أرجع الفضل للنادي الأهلي فيبقى الرسالة وصلت. تبقى الرسالة وصلت. يبقى كل ما نفعله، يعني هو قال لك الناس دي ملهاش أهل، عشان كده وانت متأثر وبتعلق على الفقرة دي أنا بقول لك إحنا كنا عايزين نتغاضى عنها، لكن حقك ما أقدرش أصادر عليه، لأنك أنت عندك جملة بسيطة تجاوب على السؤال وتقفل القضية دي. يا جماعة لما بنقول على القيم وعلى المبادئ مش عايزين نستهلك الكلمة دي، احنا بنقولها لانها كيف تكون مؤثرة في المجتمع، كيف تساهم في اعداد مواطن افضل، كيف نقدم لهذا البلد نماذج ما تعرفش اليأس وتعرف الاحترام وتعرف انها تنحاز للقيمة. لما يجي محمد فارس يقول هذا الكلام والله العظيم اقسم بالله وانا صادق، انا متذكر اللقاء، حتى انا بقول هو انا كنت لابس كده، هو انا كنت لابس كده ليه، كنت رايح فين؟ يعني مش انا 100% كنت رايح بعمل حاجه، وهو قال لي، قلت له طب قابلني في النادي الاهلي قبل ما اعمل الحاجه دي، لان يعني كنت لابس يعني فورمال يعني لكن ونسيت الموضوع ده، وهو بمنتهى الشموخ والكبرياء حتى ما بعتليش المقاله اللي عملها. الحوار اللي سجلته هو عمل حاجة في كليته كان ليه علاقة بدراسته ومشروعه في التخرج أو حاجة زي كده، فكان بياخد مني حديث. يعني أتمنى أن أنا أكون أفدته في أي شيء، لكن الحقيقة محمد نموذج بيعلمنا كلنا في أي لحظة ضيق افتكر الراجل ده، افتكر الراجل ده وخد منه القوة اللي خدها من النادي الأهلي. شوف محمد هو بيقول لكل الشباب، انا لما كنت بحس بحاجه تضايقني وهو في ظروفه ديت لما بينزل الشارع ويلاقي كلمه سخيفه من حد، انت ايه اللي نزلك يا عم، امشي الدنيا زحمه يا عم، هي مش ناقصه ايه، حتى لما من باب الشفقه ايه يا ابني اللي بهدلك، قال كان لما حد بيرميني بكلمه زي ديت تحبطني او تشعرني بالياس، كنت بقول لنفسي انت اهلاوي ما ينفعش تعمل كده، انت اهلاوي وما ينفعش. الجمله دي بتلخص الرساله كلها بالظبط، اذا كانت وصلت كده هي الروح بقى، احنا عايزين شبابنا كله كده، انت اهلاوي ما ينفعش تعمل كده، انت اهلاوي ما يعرفش تشجع غير بالطريقه الفلانيه، انت اهلاوي ما ينفعش بلدك، ما تضرش بلدك بالظبط. بالظبط، الكلمه دي عبقريه. ليه؟ لانه واذا كنت انت بتحب الاهلي بالعمق ده، طب واذا كان الاهلي نشا اصلا لصالح البلد دي ودفاعا عن البلد ده وحقه في ان هو يكون فعلا حر ومستقل، اذا كان الاهلي نشا للهدف الكبير او الوطني ده، الوطنيه في مجملها او في حقيقه او في صميمها،
ينفع ان انت ترتكب اي حاجه تسيء الى وضعيه هذا الوطن او حقوق هذا البلد؟ ينفع ان انت ترتكب من السلوكيات الخارجه اللي ما تشرفكش كواحد اهلاوي او رياضي؟ محمد قال لك انا لما في اي ظرف بفتكر ان ده فريق بيلعب لغايه الثانيه الاخيره. ازاي متمسك باراده النصر؟ ازاي كل طالب منكم وهو بيحب الاهلي والاهلي يتاخر في اي مباراه زي ما انت بتتاخر في اي ماده او تتاخر في اي مذاكره، بس شوف الاصرار والتمسك بالحق في المكسب ازاي بالسلاسه لغايه الثانيه الاخيره تحقق هدفك. استاذ ابراهيم شوفوا كيف يتعامل مع الاخفاق. بالظبط، انت قلت الماتش والنتيجه، حتى لو خسرت الماتش كيف تتعامل مع الهزيمه؟ تولد منه طاقه للنصر. بالظبط كده، وما فيش حد مش هيخسر. هو ده الاهلي اللي احنا كنا عايزين الناس، مفهوم الاهلي اللي يوصل للناس. هذا الشاب العبقري لخصه افضل مننا جميعا، لخص النادي الاهلي ورسالته ودورنا اذا كنا عايزين نلعب ادوار. الحمد لله ان احنا نشوف ان ولو بكلمه صغيره الواحد قالها افادت شاب زي ده، ده فخر لينا. انت يا ابني استاذنا، ما شاء الله عليك يا محمد، وكل التوفيق ليك ان شاء الله، وانا متاكد ان انت هتاخد فرص كبيره انت تستحقها. انت واحد متفوق، واحد قهرت كل هذه الصعاب، واحد تمسكت باراده النصر كما يجب ان تكون، تفوقت، كنت الاول بتاع دفعتك، شفنا حفل وعنده الادوات للنجاح، مش اي كلام، وما شاء الله يعني ايه ده؟ ايه الثقه والسلام والهدوء والسلاسه والوضوح والشفافيه والمبادئ والقيم والتمكن وحسن التعبير؟ المقال لو ادل ان يوصل لك المعنى، عنده كل الادوات. لكل انسان عايز يتعلم يدي فرصه لهذا الرجل ان يحقق حلمه. واي حد هينبسط من هذه الفقره ومن هذا الشاب يترحم على اخونا العزيز الراحل خالد توحيد، لان انا متاكد انه خالد كان عنده من المهنيه ما يكفي، وعنده من الحرص انه يلقط الموهبه المؤهلين علميا، وكان دايما غيور حتى على الاعلاميين المؤهلين. مؤكد انه كان هيمنح هذا الشاب ما يستحقه من فرص اللي انا متاكد ان شاء الله ان هو هينالها، لانه فعلا يستحق. شاف اللغه الراقيه، ما فيش تفاخر، ما فيش معايره، ما فيش شماته، ما فيش تعالي، ما فيش ادعاء. هو ده البني ادم اللي عايزين يكون بيقود. عايز اقول لك على حاجه، عمل اعلامي مؤثر في المجتمع. هو عنده، فمش محتاج الغث، هو عنده السمين، عنده علم، بيروح لحته تفوقه. بيروح لحته تفوقه. ده انا اهلاوي، هو الاهلي يعمل كده؟ هو الاهلي ما يعملش كده. شوف الكلام اللي بيتكلم بيها، لانه حد عنده علم، عنده قدر كبير جدا من الاجتهاد، عنده روح. اللي بينزل للمستوى واللي بيستخدم الفاظ، هو ما عندوش حاجه. الاواني الفارغه بس هي اللي بتحدث الضجيج. خبط على اناء مليان مش هتسمع له صوت، الاناء الفارغ بس هو اللي بيحدث هذا الضجيج. فبالتالي حد عنده حاجه، حد عنده علم، عنده روح، عنده رغبة، عنده تفاؤل، عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى بدرجة كبيرة جدا. انتوا شايفين حتى هو بيتكلم عن ظروفه، وعنده الأهلي يسترسل بيه، وعنده طاقة إيجابية متفجرة جدا اسمها النادي الأهلي، اسمها النادي الأهلي. افهموه صح، افهموه على حقيقته، حافظوا على رسالته في مجتمعه، ازاي يكون فعلا قوة دافعة قوية جدا لكل الشباب انه يتميز، انه يتفوق، انه يحب بلده. لانه حتى واحنا معنيين هنا في ملك وكتابه بترسيخ هذا المفهوم اللي السلوجان بتاعه قاله المهندس عدلي من اول يوم، الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، الاهلي بيكسب عشان عظيم. ومش هو اللي قاله، بس عشان انا عارف ان هو سرق من منة عدلي القيعي. لا بنتي، لا برجع الصعب بجد. هي منة كمان لما قالت المعنى ده انا بصيت لها صحيح مش مصدق. يا بنتي ليه ده؟ انت جبتي حاجه جوايا مش مع عمري ما طلعتها بالطريقه دي. ده اللي احنا مهتمين بيه، عشان فعلا الجمهور كله يحافظ على الاهلي في قيمته وفي معناه في اصله، والكل يقتدي بيه، مش عيب. شوف الاهلي بيكسب ازاي
واعمل زيه. لكن ان احنا هنقعد نحدف طوب على كل مباراه وكل نتيجه وكل مكسب وكل موقف تدور لي على حاجه تانية، ده قصر ديل. ولو عايزين تعرفوا هو قصر ديل ليه، نسال الناس اللي مشيت من النادي الاهلي اللي هي دلوقتي ما عادتش موجوده في النادي الاهلي ومش مرتبطه بمصلحه ولا بمنفعه مع النادي الاهلي، عاشت في الاهلي زي ما عاشت فيما سواه من انديه اخرى. لما خرجت من النادي الاهلي بصلوا ازاي وهو دلوقتي متجرد من اي علاقه نفعيه ممكن يتهم فيها انه بيجامل او بيدور على حاجه. نشوف بعض النماذج من الناس اللي مشيت والاهلي جواها. الاهلي جواها، ليه الاهلي جواها؟ دي الرساله المجتمعيه اللي احنا معنيين بيها في هذه الحلقه. هاني العجيزي واحد من لعيبه الكره الموهوبه جدا، جه للنادي الاهلي من نادي الزمالك، تربى في نادي الزمالك النادي الشقيق الكبير، وجه النادي الاهلي ما عادش كتير في النادي الاهلي، بس قال كلام كبير قوي نسمعه. النادي الاهلي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا يعني. وانا مبسوط ان انا قعدت سنتين في النادي الاهلي، كان نفسي اقعد اكتر فتره ممكن في النادي الاهلي. انت شايف الـ بالتجربه خلت عاطفتك وقناعاتك تتجه ناحيه النادي الاهلي؟ بالظبط. وخلي بالك مش انا لوحدي يعني، اي حد لو مكاني هيغير الفكره. اي حد يعني لعب في النادي الاهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه اكتر. بص قبل ما اقول لك حاجه، انت في كام لعيب في نادي الزمالك لعب في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي؟ في طارق سعيد تقريبا، في محمد صديق، في اينو، مفيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. مفيش. ليه؟ ما برضو لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا اكون صريح، انا ولا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته تانية خالص. وهاني عجيزي وهو لاعب موهوب اتظلم انه جاي في جيل العمالقه. فما كانش يعني كويس قوي انه قدر يلاقي له مساحه وهو يزاحم هؤلاء العمالقه. لكن هو من ناشئ الزمالك. أيوه. هو ما جه من فرسكور. ايوه. كان حد جابهولي وهو صغير وما فيش نصيب. راح الزمالك، تألق في الزمالك، لكن جه مشي راح بلديه المحله. ايوه. واخد رجع من بلديه المحله للاهلي. اتوقع لعيب زي ده يشعر انه موهوب جدا وبعدين يمشي سنتين ويمشي بايخه. طبعا. يخرج بغضاضه غصه ابدا. يعني هو اتكلم قال لك احنا كنا فاهمين الاهلي غلط، كانوا يعني انت ما جبتش كل الحوار يعني. كانوا بيعلمونا ان الاهلي ده بيكسب بالافتراء وكنا بنكرهه. علمونا كره الاهلي. قال كده، قال في الحلقه دي. لكن لما رحت الاهلي، الاهلي ده في حته ثانيه. هو خرج من الاهلي له موعود بتدريب في الاهلي ولا موعود بعمل، مش موعود بحاجه. هو خد سكه ثانيه والنادي الاهلي حياته. رغم كده لا، السنتين دول زي اخونا محمد فارس اثروا في حياته وشاف ان الاهلي في حته ثانيه. مش لوحده. وهاني قال لك مش انا لوحدي. اي حد جيل الاهلي من بره عرف قيمه الاهلي من دول معتز اينو، جيل النادي الاهلي ايضا من نادي الزمالك، عاش في الاهلي فتره، يمكن زي ما المهندس عادلي قال كل دول كان حظهم قليل ان هم جم في الفتره الذهبيه بتاعت الجيل العملاق، بس معتز قعد مده اطول وحقق انجازات اكتر. يعني اينو طول شويه لكنه كمان قال كلام مهم جدا نسمعه. احسن ايام حياتي قضيتها في النادي الاهلي، خدت 13 بطولة أو 14 بطولة مع النادي الأهلي في نفس الفترة تقريبا خمس سنين. خدت 13 بطولة أو 14 بطولة. أحسن أيام فترات حياتي في الكورة. أنا بقالي 14 سنة بلعب دوري ممتاز. أجمل أيام حياتي في النادي الأهلي. ليه أجمل أيام حياتك؟
عشان خدت بطولات خدت ولا عشان حسيت بقيمة اللعب بشكل عام؟ يمكن اللعب في الأهلي كان أقل من اللعب في الزمالك المشاركة. عشان أنا جالي رباط صليبي وأنا في أثناء الخمس سنين تمام. فهو ده يمكن السنة دي قعدت فيها فترة طويلة، قعدت حوالي 7 شهور أو 8 شهور وسافرت ألمانيا مرتين ورجعت وتأهيل وكده، فهي دي السنة دي اللي ما لعبتش فيها قوي. فليه أجمل أيام حياتك كانت في الأهلي؟ أجمل أيام حياتي يعني شفت فيها كل حاجة حلوة في الخمس سنين بتوع النادي الأهلي، غير اللي النادي الأهلي ذات نفسه اتعلمت منه حاجات كتيره قوي. فهي دي يعني ايه اللي اتعلمته في الاهلي ما كانش موجود في اتعلمت فيه. النظام سيستم ماشي عليه ايا كان مين اللي ماسك او ايا مين كان مين المدير الفني ايا كان مجلس الاداره، تحس ان الكيان ماشي على خط مستقيم كده، ملوش دعوه بقى مين موجود او مين مش موجود، دايما بيبص لقدام، دايما بيبص اللي انا عندي هدف واحد هو البطوله. يعني ما اختلفش كتير بس في تفاصيل اكتر قالها وانت مجهز حد تاني غير كده. يعني انا اينو بالذات مشي وهو حاسس انه عنده زي هاني، مش بالذات زي كل اللي خرجوا حاسين انهم يقدروا يكملوا ويكملوا سنه اتنين تلاته وبعدين بيحس ان هم لا مش ده اللي انا اتعودت عليه في الاهلي. يعني يكاد يكون ده ألمحه في مشوار حياتهم. طارق السعيد واحد من هؤلاء النجوم الكبار، جيل النادي الأهلي بعد ما كان في نادي الزمالك واخد أحسن لاعب في مصر، انتهى عقده في نادي الزمالك وقع للنادي الأهلي، وبالمناسبة كان هو ابن من أبناء النادي الأهلي، يعني هو جيل النادي الأهلي جيل الكابتن سيد عبد الحفيظ، وبعدين كان الجيل ده زحمة وقتها السن كتير، فقطاع الناشئين حب يستبقيهم في نادي النيل احد الانديه الصغيره في القاهره اللي كان في علاقه بينه وبين النادي الاهلي. يقال ان قريب توتو النجم الكبير قوي بتاع النادي الاهلي، هداف الاهلي الكبير بتاع وهو من طنطا، هو من طنطا. سيد عبد الحفيظ قبل يقعد في نادي النيل سنه ويرجع الاهلي السنه اللي بعديها. طارق السعيد لانه من طنطا ما قدرش يقعد في القاهره سنه، فبعديها راح نادي الزمالك، عمل مسيره رائعه جدا مع نادي الزمالك، خد فيها احسن لاعب في مصر، لكن لما لاحت له فرصه انه يجي النادي الاهلي كان سعيد بيها جدا وعبر عنها بكلام نسمعه. لما خدت قرار اعتزالي حبيت ان انا اختم في النادي الاهلي رغم بعض العروض اللي جات لي من الانديه الاخرى. الفارق بقى بين سنتين النادي الاهلي و14 سنه نادي الزمالك ايه؟ بص، نادي الزمالك الفترة اللي انا اشتغلت فيها الحمد لله كان معانا جيل محترم قوي، كانت برضو الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه نادي الزمالك كان كلها صناعة البطولات، فما كانتش بتتصدر مشاكل كتير زي التوقيت الحالي بالظبط، رغم ان كان برضو في بعض العقبات كانت بتبقى واردة في بعض الاندية، لكن فترة النادي الزمالك لما انت تكون في مكان وبتحب فيه كل حاجة ويعني اي شيء انا يعني واصله كانت معايا لدرجه المشجعين كانوا بيجوا عندي البيت، كنت لسه ما اتجوزتش، بيجوا عندي البيت ونقعد نالف اغاني في المدرجات، يعني كنت بشجع درجه ثالثه بمعنى اصح. يمكن الحاجه الوحيده اللي حسيتها كويس قوي في النادي الاهلي الترابط الاسري بين اللعيبه وبعض، ويمكن دي اكتر حاجه نجحت النادي الاهلي. اول ما رحت النادي الاهلي كان الكابتن نادر السيد موجود هناك ساعتها، قال لي تدخل عادي خالص وهتحس نفسك كانك بقالك 10 سنين هنا، وبالفعل. شوف، هو طبعا الكابتن طارق جه حوالي سنه ونص، اقل من سنتين راح فيهم كاس عالم للاهلي، خد 5 بطولات ووسام، هو ومحمد صديق، خد 5 بطولات ووسام الجمهوريه، ووسام فمؤكد انه يقدر ده من ناحية المسيرة الفنية يعني، لكن كمان المناخ العام اللي هو شافه كان مختلف، وعبر عن هذا بوضوح. أنا عايز بس الناس تجمع من كل واحد معنى وتجمع بقى في المعاني دي في الآخرة هتطلعوا كده تقولوا اللي بيقوله محمد فارس واللي بيقوله شريف عبد الفضيل. اللي جه للنادي الأهلي من الإسماعيلي، الأهلي اشتراه برقم كبير من النادي الإسماعيلي وجي دعم صفوف دفاع الاهلي. دلوقتي شريف قال ايه؟ سؤال مهم قوي، ليه رحت الاهلي ما رحتش الزمالك؟
مين مجنون ما يروحش الاهلي ومين مجنون ما يروحش الزمالك؟ انا ما انا انا مجنون عمري ما هبقى مجنون لو رحت الزمالك طبعا. ليه؟ انا هربت من نادي الزمالك. ليه؟ وعمري ما ندمت لحظه ان انا رحت النادي الاهلي. بس نادي الزمالك نادي كبير. كبير طبعا. بس لما تيجي تقارنه بالنادي الاهلي لا النادي الاهلي الاثنين يعني الاهلي والزمالك انت بالنسبه لك انت انا بالنسبه لي انا النادي الاهلي نمره واحد في افريقيا وفي الوطن العربي وفي وترتيبه عالميا. وغير كده مين ما يحبش نادي مين ما يروحش نادي لا احنا ما نقولش مين يحبه ومين يكره بص السيف انت حضرتك تحب انت لازم طبيعي 50-50 يعني بالنسبه لي انا لا لا انا بالنسبه لي فعلا الاثنين كائنين كبار طبيعي نادي الزمالك نادي كبير ونادي عريق ما بقللش منه اطلاقا انما انت بتكلمني انا اختيار انا ساعتها في الوقت ده انا كنت اختياري كله النادي الاهلي مين مضاك في الاهلي مضاني في الاهلي كابتن عادل القيعي والحاج محمد عبد الوهاب والاستاذ محمد يوسف وكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب طبعا اخذت اللي طبعًا. انت عايزه ولا تقول الكابتن الخطيب فرق في القصه كابتن الخطيب اصلا لما جه كلمني في التليفون اقسم بالله مضينا في 5 دقائق اقسم لك بالله في 5 دقائق كنا مضينا على بعض ومشينا قلت له يا كابتن نادي الزمالك كان جاي ورايا في شنطه ثانيه شنطه فلوس ضعف اللي ما كنت عايز قلت له لا لا خلاص هو الاهلي يعني اصل شريف ده قصه من اكثر القصص المثيره جدا يعني جدا ده خلاص يعني الله يرحمك يا ابراهيم يوسف وقعد مع الكابتن مدحت وانا قاعد اتفرج وبعدين يقول له روحي اتخطفت يعني كان في مسرحيه كده لانه كان بيتكلم هو كابتن مدحت خلاص يعني بيتكلم على انتقال شريف للزمالك بس يعني هو كان حصل حاجه كده فانا ما حبيتش استسلم فيها يعني لان احنا اتحركنا قبل الزمالك فيه ووصلنا لاتفاق والكابتن خطيب عمره ما قعد مع حد فقعد مع رئيس النادي وتواصلوا وتموا الاتفاق وكان اجتماع مجلس الاداره ده المفروض انه هيخرج بالموافقه على شريف عبد الفضيل في النادي الاهلي ففوجئت مستني التليفون ما رحت متكلم رد عليا رئيس نادي الاسماعيلي قال لي عدلي احنا متاسفين القرار طلع لنزل قلت له زمالك اذا كنا احنا متفقين على كل التفاصيل قال لي معلش هو يعني الاغلبيه ومش الاغلبيه يعني في تفاصيل كتير قلت له طيب انا هقول لك حاجه لا يمكن رفضها اذا كنت انت بتفكر في مصلحه نادي اسماعيلي هتوافق ارجع تاني لمجلسك موقفهم هيتغير لان انا كنت عارف ان الجهاز الفني كان عايز الكابتن احمد صديق وكان تقريبا في موافقه على كده بس ما كانش لسه يعني اتبلورت ما كانش اتبلغت يعني فكلمت احمد صديق قفلت معاه يا ابو حميد ايه رايك قال لي بص يا كابتن عدلي انا راجل واقعي الفرصه دلوقتي في الاسماعيلي هتبقى اكتر وانا عايز العب عشان المنتخب وعشان ماشي قلت له يعني لو اصروا على انك محترم احمد صديق جدا وعامل تجربه رائعه جدا عنده في اكاديميه الاهلي في دبي ده عنده 4 اكاديميات بسم الله ربنا يزيده يعني راجل ولد مجتهد جدا وكل الفترات اللي لعب فيها في النادي الاهلي كان مؤثر تاثير يكفي بطوله الكاس بتاعه 4-3 ايوه لكن انا عايز اقول لك فقلت له طيب مين طيب كلمت بعض اعضاء مجلس الاداره قلت لهم الجهاز الفني عايز كذا واحنا ما عندناش مانع فانت هتديني لاعب وتاخد لاعب ومعاه 7 مليون جنيه 7 مليون جنيه اللي هم كانوا متفقين عليهم الاهلي خلص شريف عبد الفضيل يوم الانتخابات والانتخابات شغاله انا ده خلصوا ايه ما هو بيقول لك انا كلمت الكابتن الخطيب الفجر ايوه خلاص بقى لان هو اخوه كان قاعد في الزمالك وانا نبيل نبيل وانا بتكلم متواصل معاه قلت له تقابلني عند مكتب المهندس محمد عبد الوهاب ربنا يمسيه بالخير لاني انا كنت قاعد في شبرمنت في البيت بس انا عارف ان انا هدير مفاوضات لازم محتاج فاكس هيتقال لي بعد جواب لازم اخد الجواب وامضيه واختمه وابعته من المكتب وعندي انتخابات تاني يوم الصبح في النادي مين فضيلي في النادي فقلت له قابلني في مكتب محمد عبد الوهاب والراجل مشكورا فتح لنا المكتب حتى بتأدب منه قعد في الاوضه الثانيه
ما رضاش يقعد معانا واحنا يعني بنتحاور بنتكلم بقى في التفاصيل، لان نبيل اخوه يعني كان نصح يعني لا كان هو مدير اعماله تقريبا، وكان بيتمسك بحاجات لانه عنده عرض اوريدي. ده هو كان قاعد مستني الاستغناء اللي اتحركت العربيه بيها، العربيه رجعت اتغيرت الاستغناء. ف الصفقه دي كانت كويسه لكل الاطراف، لان هو خلص الفجر مضى بقى وخلاص، كلمت الكابتن وبعت اخر فاكس وجالي الرد بالفاكس واتبعتت لي صوره الاستغناء والكلام ده وخلصنا كل شيء توقيعاته، وكنت جايب الختم ويعني خلصنا كل حاجه. فقلت له انا دلوقتي ما فيش هلحق انام وانا عندي انتخابات، انا هطلع النادي. قال لي وانا هطلع معاك. قلت له في انتخابات؟ لو جيت معايا ما تطلعش من الاوضه بتاعتي. انا ورفض الكابتن حسن حمدي ساعتها. لا ده وانا قاعد انا دخلت الحمام دخلوا ناس من اعضاء النادي راحوا شايلينه على كتافهم طالعين بيه وراحوا بالخيمه. فالكابتن حسن اتضايق قال لهم انتوا رايحين فين؟ كابتن شوف سلوك الاهلي. قال له لا ده انتخابات النادي الاهلي تخص النادي الاهلي اللعيبه هناك. ارجع مطرح الحته اللي انت كنت فيها. ورجع فاكرين ان ده هيجي هياثر في الانتخابات ويرفع الاسهم. طبعا كانوا عايزين يعملوا كده. ايوه. فالكابتن الخطيب والكابتن حسن رفضوا هذا الكلام. وقلت له انا ايه لك ما فهو يمكن من حاجاته بقول لك النادي الاهلي في حته ثانيه، لان ده اول درس خدته. اول لقطه يشوفها لا النادي الاهلي ما مش بتاع انه يصغر عشان ينتهز فرصه عشان انتخابات ويستفيد منها وموقف. لا لا لا، ما كنتش انا كعضو مجلس اداره بترشح وباخد بجدارتي ووقنتي، الاعضاء بيقيموني عشان أنا مش عشان انا جبت صفقه ولا جبت لعيب. بالظبط كده، كانت قيمه اللاعب، لكن في النهايه انت بتقدم للناس رسائل صحيح. من غير ما حد يرغي. صحيح. بتتقدم بشكل عملي قدام. صحيح. مفوش فصال لانه الاهلي ده انت في احرى الاحسن، مفيش كذب هنا. الكلام كان ممكن يقول له طب اقف يخليه يقف جنبه يسلم على الناس، يا كابتن انت معانا بس انتخب فلان. لا ما عملش كده الاهلي. فانا بقول لك شريف عبد الفضيل كان حاجه قصه طبعا بتفاصيل مش تقليديه الحقيقه. برضو واحنا على خط القناه بقى، ده الاسماعيليه بورسعيد جه منها محمد شوقي، واحد من افضل لاعبي خط الوسط المدافع في العصر الحديث، عمل تجربه رائعه جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، وله مباريات تدرس في ادائه كلاعب وسط، يمكن ابرزها واشهرها واعلاها مباراته مع المنتخب امام البرازيل في القارات. محمد شوقي لعيب مهم جدا، واحد من اللي اخلصه للفانيلا الحمراء وعمل اسهام كبير في البطولات. نشوف كيف راى محمد شوقي بعد كل ده تجربته مع الاهلي. يعني انت بركات ابو تريكه وعماد النحاس واسلام الشاطر والحضري كلكم شويه الاهلي. بس يعني الناس كلها حاسبان على النادي الاهلي صح؟ كنت بتحس بفرق انت وانت في الاهلي؟ خالص. مفيش كده الكلام ده اسمعه من بره بس. لا لا خالص، في التوقيت ده انا مش دعوه بالتوقيتات اللي انا طلعت بيها بره النادي خلاص، انا بتكلم في التوقيت ده مفيش حاجه اسمها كده. عشان كده انا مش بحب النغمه اللي موجوده دلوقتي وما شفتهاش وما بحبهاش، ان انا لما جيت جوه النادي الاهلي تعاملت زي وانا اكني بادئ عندي 5 سنين جوه النادي الاهلي. اما انت رجعت من بره لو الزمالك طلبك كنت رحت؟ طب ما هو طلبني. ما رحتش؟ لا. ليه بقى؟ يعني ما هو طب اقول لك حاجه، طب ما انا وانا لسه في النادي المصري كان اهلي وزمالك. ايوه ليه؟ انت اهلاوي اصلا؟ اهلاوي. ده السبب؟ صعبه يعني صعبه تبقى في بورسعيد واهلاوي. طبعا سبب من الاسباب. وبعدين ما ينفعش دخلت النادي الاهلي وتروح نادي ثاني والنادي الاهلي عايز، النادي الاهلي عايزك، صعبه جدا. سيف الموضوع كابتن سيف، الموضوع في النادي الاهلي موضوع كبير، مش موضوع سهل كده بالنسبه لاشخاص وشخصيات وعقليات لعيبه انا كنت حضرتها. انا حضرت لعيبه اللي انا كنت بلعب معاهم الجيل ده كله، كل ماتش بيلعبوه خايفين ان هو يلعب وحش عشان الجمهور، خايف يلعب سوري انا اسف بيلعب الفرقه الاخيره في الدوري، شايف قاعد شايفهم كلهم قاعدين مركزين اكتر من قبل كده عشان خايف يبقى وحش عشان الجمهور. عشان حاجه ثانيه، عشان هو نفسه هو عايز كده. طب وانت الزمالك جالك اكتر من الاهلي كان عرضه؟ اكيد طبعا هيبقى اكتر. انت يا شباب عمال تقول لي اكيد اكيد، التاكيد ده يعني زمان كان بيدفع اكتر من الاهلي؟ الناس معينه بيدفع اكتر من الاهلي.
انت ليه مستغرب؟ اه كتير جدا. يعني هو القصه برضو كابتن محمد شوقي طريفه برضو شويه، مش وقتها يعني، مش هنقعد نقضيها قصص الوقت، برنامج في حاجات كتير عايزين نخلص، لكن شخص بيجاوب بتلقائيه وصدق، كلهم تشعر بالصدق وان دي مشاعرهم الحقيقيه. طب دول مصريين سمعوا على الاهلي، عاشوا الاهلي، حسوا بقيمه الاهلي، عارفينها حتى قبل ما يجي الاهلي. طب الناس اللي مش مصريين، لما الاقي التونسي انيس بوجلبان جه للاهلي وهو كان في الصفاقسي، الاهلي جرحه زي ما جرح كل لعيبه الصفاقسي بالجول التاريخي لابو تريكه اللي جاب فيه البطوله، وكان انيس بوجلبان واحد من نجوم الصفاقسي اللي بكوا في ملعب رادس يوميها. لكن لما جه الاهلي وعمل معاه مسيره هايله جدا، خرج منها باللي انتوا هتسمعوه ده. المشكله ان ريسك يتكلم بعد يقول لك اه والله هذايا مصري وهذايا درشنو، المشكله انه ما يتقارنوش، وكي تقول لك لين هذايا يولي يقول لك شو ترد لنا، فهمني؟ معناها ما لوزمون في تونس، كي تحب تحكي يا اخي، انا كي نحكي على الاهلي كيما انا نحب جمعيتنا يوليو هكاكا. انا كي اول وقت لي رجعت كديريكتور سبورتيف في السي اس اس مع منصف السلامي، اول كلمه قلت له انا نحبه كل عام ياخذوا 10% بالاهلي، بعد 10 سنين يوليو كيفهم. لانه شوف كرويا نجمنا على ماتش نقفوا معاهم ولا على فينال، اما ما تجيبش تعمل ورا بعض 10 سنين كما يعملوا هما. علاش هما توا 10 سنين تولى شوفهم قداش من فينال، شوف قداش من لقب. الاهلي راهو بين 2003 و2018 تو خذوا الالقاب، خاطر ليكيب ستركتيري. مثلا انا خسرنا نهائي ضد النجم 2007، 2008 عاودنا لعبنا فينال وهزينا كوب دافري. بار كونتر في السي اس اس احنا خسرنا 2006 تو لعبنا كوب دافري، عملنا كان دومي فينال 2012-2013 هذه ضد فيتا كلوب دومي فينال. مش فريق يقعد كل عام يلعب لك فينال ولا كل عام ولا يهز الالقاب، راه يزن ثم ستابيليتي كبيره. كي تحكي عن النظام هذا اللي ريتو يقول لك لا هذا باش يرد لنا، ما يقولش والله ناخذه من عنده اكسبيرونس وهو ولا غير ولا فلان يلعب لبرا. خاطر انا نحكي على الاهلي على الاقل كيب كبيره في العرب، عندنا ملاعبيه لعبت في السيتي ولعبت في الارسنال وارسنال وفي الاجاكس، وعنا يعني عندنا ملاعبيه لعبوا في برشا بلايص، ويجمو كل حد يزيد حاجه من الاكسبيرونس عنده باش نكبروا. هو كبير السيسيس ماهوش، اما باش ناخذوا على الاقل النظام اللي نحبوا نوصلوا له، لانه احنا طموحاتنا كبيره. انا كي مشيت وشفت قلت انا كيفاش كنا نقفوا معاهم هذوما، كيفاش كنا نقفوا معاهم. معناها مو سي با بارازار انه ليكيب هذيك خلاف شازا القاب مع الاهلي، لكن 60% منها هزين ثلاثة كوب دافريك ورا بعض مع ليكيب ناسيونال، والجماعة حضري أبو تريكة أحمد فتحي وأحمد حسن ومحمد شوقي كان تيتولير، سيد معوض وش اسمه، معناها ملاعبية كبار هذوما، ستة سبعة ملاعبية لو ساتير نتاع ليكيب ناسيونال، يهزوا 2006 كوب دافريك مع ليكيب ناسيونال، يهزوا 2008 يهزوا 2010. يعني الكلام اللي قاله أنيس مش جديد، المضمون مش جديد، كل الناس كلهم بيقولوه اللي عاشوا في الاهلي. يعني يجي قال لك يعني النادي الاهلي في تونس حاجه كبيره، كله يقول لك النظام الاداري بتاع النادي الاهلي وكانه احد الانديه الاوروبيه اللي بيتكلموا عليها يعني. ف انيس بجولبان عارف جه ازاي؟ يعني كنا في لجنه الكوره مانو جوزيه بيتكلم مش عارف ايه، وبعدين قال انيس بجولبان، قلت له انت عايزه؟ قال لي انا عايزه طبعا، مش هتخلصوه ولا ايه؟ قلت له يا كابتن انا ممكن اعمل مكالمه دلوقتي واشوف هيقول ايه. سالته سؤال، انيس تلعب في الاهلي؟ قال لي ايوه. قلت له طيب هنبعت لك التذكره هتيجي؟ قال لي ايوه فورا. قلت له مبروك انت في النادي الاهلي، بالتليفون واحنا قاعدين في اللجنه. ويوم ما جه الفجر برضه قابلته وانا في الفندق قاعد معاه، ناس بقى اصحابه وتوانسه عايشين هنا من احد الانديه الثانيه موجودين، كل شويه يخشوا. رحت ايه كاتب العقود الفجر ده، قلت له انا حصل لي الفجر يا انيس، ما تسيبش حد ياخد لك قرارك، لان انت كل ما تمسك القلم يجي لك واحد يقول لك بس مش عارف ايه. فقال لي لا 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 لا
لا لا انت هتيجي تلاقيني خلاص انا ماضي، هات هات تك 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 خلص. قلت له خلاص نقوم نصلي الفجر بقى. ف لا حاسم امره وهو جاي بس محرج من الجاليه اللي بتجيله ويقدموا له تسهيلات لحته ثانيه. لا لا ما هو مش كانش يعني هو قاعد كده قاعد يعني واحد واخد قراره، لكن انت ضيف جيت تسلم عليا بيسمعك. قلت له انا عايز اخلص الاداء ندا وانا لازم امشي بقى. يا اخي حاجه غريبه جدا سبحان الله، وكان الاذان المبارك هو كلمه سر في نجاح صفقات هامه جدا جدا جدا. خلصتها مع اذان الفجر كتير. كنت بتضحك علينا تمشي من ملك وكتابه هنا اخر الليل ورايح مره توضي وليد سليمان مره تمضي ما اعرفش وليد سليمان سعيد حمدي عبد الله السعيد كلهم بالفجر تقبل الله. طيب ده انيس بوجلبان، واحنا بنتكلم على اللي من بره مصر. لازال انيس حتى الان كل ما بنتكلم معاه عنده ذكريات وعنده مشاعر ناحيه الاهلي رائعه جدا. خلي بالك يعني انيس لحد النهارده في مواسم انتقالات بيقدم متواصل كل تسهيلات. انا لما رحت كنت رايح اجيب لعيب معين، فاللعيب ده جه قعد معايا وبعدين بدا يسوف يسيبنا وينزل ويرجع. فقلت له ايه يا انيس؟ قال لي شوف هو جاي له عرض من ليبيا. وانا شايف ان يعني هو بيسوف. قلت له بعدين؟ قال لي لا 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 انا هجيب لك لعيب واحسن منه. وراح مكلم احد الاسماء الشهيره جدا من مدربي الصف الاول والمنتخبات في تونس. فوجئت الراجل جالي برضه سبحان الله قبل الفجر في الفندق هو انيس. قال لي في لعيب في صفاقسي كذا 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 عرفته تروضوه، محدش هيعرف يروضه غير النادي الاهلي، بس ده لعيب دومينيك دي سيلفا. دومينيك قال لي كله امكانيات، سريع جدا وقوي جدا ومهري جدا وهداف، بس عايز يتروض. وفعلا هو عمل نجاحات كويسه، بس شخصيته عطلته. لعيب كله امكانيات صحيح. فانيس هو ده انيس زي جيلبرتو اللي هنقدمه دلوقتي. نشوف لغايه دلوقتي جيلبرتو وعلاقته مع الاهلي، لانه كمان المهندس عدلي لما زار انجولا علشان يتعاقد في الصفقه الاخيره مع جيرالدو قد ايه جيلبرتو كان هو المسهل الاساسي ليه طبعا، واستقبل المهندس عدلي وانجز من المطار الى المطار حبا للنادي الاهلي اللي بعد عنه من سنوات. نشوف. شفت لحظات تاريخيه مع النادي الاهلي وشفت لحظات كتير قوي جميله، لكن قول لي اجمل اللحظات اللي علمت في تاريخ جيلبرتو كانت ايه؟ صعب ان اختار اللحظات. كانوا 8 سنين فيها نصر كتير للنادي وفيها كان في ساعتها في مساندر من مجلس الإدارة ساعدنا جامد، ومدرب كان بيتطلب مننا شغل كتير كان مستر مانويل جوزيه، فكان في كل الناس كان شغل مترابط مع بعض، المدربين واللاعبين كلهم قدروا يعملوا تاريخ مع بعض. فالنادي الأهلي ليه حجم عالمي فيستحق إنه يكسب بطولات. جيلبرتو قصة عشق هائلة، ويعني في حلقة أخرى هحكي لك مجموعة من الحاجات تخص جيلبرتو يعني وتخص علاقته اللي لحد النهاردة ودوره الكبير قوي في موضوع جيرالدو اللي كان فيه 3-4 وكلاء نطين فيه. المهم يعني ده مش مناسبتها، لكن جيلبرتو راجل قعد سنة ونص بره قائمة الأهلي، ولما تعالج كان يقدر يروح يمضي في أي حتة، مش مقيد عندنا. وفضل البقاء والاستمرار في النادي الأهلي لأنه الأهلي فضل يعالجه وهو موجود.
زي اسحاق اول النيجيري لو تفتكروا اللي لعب مع الاهلي في بدايه الالفينات ونهايه التسعينات. اسحاق اول نيجيري اصيب في نهايه الموسم فبره القايمه، فالاهلي سفره المانيا عمل رباط صليبي فضل يتعالج في النادي وهو غير مسجل في النادي الاهلي وعنده حريه انتقال، بس الاهلي التزم اخلاقيا باستكمال فتره علاجه على افضل وجه. عارفين اسحاق اول من امتنانه باللي حصل معاه في الاهلي عمل ايه؟ راح جاب اسرته واقام في مصر وبقى اهلاوي مصري الهوى لغايه دلوقتي. اسحاق اول من الموقف ده ما مشيش من النادي الاهلي، ما زال مدرب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي من هذا الموقف او من اللحظه التعامل. كمان حاجه على خلق ايه يا استاذ ابراهيم لما تقابل شوفوا انتمائه النادي لازم والله القناه تقدمهم للناس يشوفوا لان احنا بنتكلم على الاهلي قيمه الاهلي عند الاخرين عند كل الناس اللي التزمت بيه او ارتبطت معاه وابتعدت عنه. اخرهم اللي جه مدرب من الاسبوع اللي فات فلافيو امادو فلافيو الانجولي الفهد الاسمر اللي ابدع وامتع جماهير الاهلي باهدافه الغزيره جدا، رجع القاهره الاسبوع اللي فات مدرب لبترو اتلتيكو الانجولي اللي عمل تعادل مع الزمالك واللي الزمالك مسافر له يواجهه في الواندا يوم الحد. فلافيو لما سئل عن النادي الاهلي وهو مدرب بيواجه الزمالك نشوف. ذكريات اكيد كتيره لفلافيو هنا طبعا في الاراضي المصريه ومع النادي الاهلي، بيفتكر ايه كل ما بيجي مصر؟ اوكي سمبل ليمبر فيندو اكي بريجيت دايما بالنسبة له كان أربع سنين جميل جدا دايما بيتمنى يرجع يقابل أصدقائه وزمايله اللي قابلهم هنا. اللي من جواه كده ومن قلبه عايز يقوله لجماهير النادي الأهلي في اللحظة دي؟ اوكي كير دوسي وكورسا اوكي كير تزير وزدبش دو الأهلي نفس المومنتش عايز يقدم حضن كبير ليهم كلهم ويتمنى لهم الحظ والنادي الاهلي النادي بتاعهم. فلافيو قصة طويلة وجميلة ولاعب لا يتكرر، وأزعم أنه أحسن لاعب على مستوى العالم في ضربات الرأس واستخدام الرأس يباص بيها ويشوط بيها ويجيب بيها جوان يعني ظاهرة ويعمل اسيست بيها يعني طبعا. وهو اول ما جه السر بقى اللي ما يعرفوش حد انه كان عامل حادثه موت وكان عنده بقليله هنا في دماغه كبيره نتيجه الحادثه دي ربما اثرت عليه في اول مجيه لانه بعد كده ما لهاش اي اثر قعدت مده بارزه في اورطه، لكن هو لعيب هايل وشخصيه هايله. وسمعت رايه في الاهلي الاسبوع ده كمان، يعني احنا بنتكلم على الناس اللي بطلت كوره واعتزلت ولا زال الاهلي جواها، بنحاول نستلهم منها المعنى ايه علشان نقول لجمهور الاهلي هو انتوا بتحبوا الاهلي بكل هذا العمق ليه؟ لكن لما نلاقي لعيب مشي من النادي الاهلي وبيتالق مع نادي اخر ولا زال موجود وبيواجه الاهلي، لاعب في حجم موهبة كريم بامبو. كريم بامبو نجم الإسماعيلي وابن الأهلي لسنوات طويلة وشأنه شأن عشرات اللعيبة اللي راحت من الأهلي للإسماعيلي بس محدش بيذكرها ومحدش بيعدهم بالأسماء. من أهم نجوم الإسماعيلي الحقيقة. يعدهم لما يجي يقول لك الأهلي خد مين من الإسماعيلي، طب ما تقول الإسماعيلي خد مين من الأهلي؟ هتلاقي عشرات اللاعبين أضعاف اللي الإسماعيلي خدهم من الأهلي بالمناسبة. كريم بامبو الأسبوع ده كان له حوار في المصر اليوم، قال كريم بامبو يخص المصري اليوم بأول حوار حول مستقبله الكروي: أنا أهلاوي جدا، الأهلي هياخد الدوري إن شاء الله ولو اعتلى القمة مش هينزل. فقال: لم أوقع للأهلي وما يتردد لا أساس له من الصحة، إذا ماذا عن مفاوضاتك؟ مسؤول كبير في الأهلي اتصل بي من أجل عودتي للفريق في الموسم المبغى، لكني أترك هذه الأمور إلى والدي وكيل أعمالي، أيهما تفضل الاستمرار في الإسماعيلي؟ قال لهم: الأهلي بيتي وصنع اسمي وصاحب الفضل عليا واقدر جماهيري جماهيره ولاعبيه ومسؤوليه، والاسماعيلي بيتي ايضا واحترم مجلس ادارتي وعلاقتي بجماهيري. والحقيقه ان هو بيأدي بمنتهى القوه والاخلاص مع الاسماعيلي. قال: انا اهلاوي جدا، اتابع مباريات الاهلي واللعيبه، واكد ان الفريق لو اعتلى قمه الدوري لن يعود للوراء ابدا،
وهو يسير بخطى ثابتة في الفترة الحالية سواء محليا أو أفريقيا. ورغم ذلك أعتبر أن الزمالك فريق ممتع ويمتلك لاعبين كبارا وعلى رأسهم كهربا وأوباما وفرجاني الساسي وحازم إمام وحمد النجاز وغيرهم، لكنهم واجهوا مشاكل في المباريات الأخيرة سواء في أفريقيا أو الدوري قد تؤثر عليهم في المنافسة على اللقب. طيب ده اللعيبة. المدربين، كابتن علاء عبد العال واحد من المدربين المجتهدين جدا اللي أصحاب بصمة واضحة خاصة مع فريق الداخلية، وهو ضابط شرطة أساسا، ابن النادي الأهلي، تربى في قطاع الناشئين في النادي الأهلي. لما سئل عن رأيه في الأهلي أو كونه أهلاوي مخبهاش، قالها بصراحة في ام بي سي مصر. جيل عظيم من النادي الأهلي وقتها. بتفرق معاك حتة أهلاوي وزمالك؟ أنا عارف إن هي ما تفرقش، بس يعني أنت تفرقش معاك؟ لا بص هقول لحضرتك حاجة. أولا يعني كل احترام لنادي الزمالك والجماهير وكل احترام للإسماعيلي والجماهير والأندية الشعبية كلها، بس احنا لازم نتفق إن مصر كلها أهلي وزمالك. حتى الإسماعيلاوي وحتى الاتحاداوي يا أهلاوي يا زملكاوي، فده ما يخسرناش بعض. وبعدين ما تجيش تقول أصل المدرب ده أهلاوي فمش عارف. طب ما ده أنا كسبت الأهلي مرتين، ما كسبتش الزمالك ولا مرة. اتعادلت مع الأهلي في الدور الأول، خسرت من الزمالك. طب ليه دايما بيبقى فيه اتهامات واضحه يقول لك ابناء النادي الاهلي المدربين ما بيكونوش متعاونين في مباراه الاهلي، ابناء النادي الزمالك ما بيكون، ليه النغمه دي بتسمعها ولا يعني ابناء النادي الاهلي مش متعاونين مع النادي الاهلي؟ لا يعني بيبقى في يعني النادي الزمالك متعاونين مع الزمالك، لا يعني بيبقى في سهوله شويه ان تلاقي الاهلي بيكسب او الزمالك، تلاقي الزمالك بيكسب يعني. لا 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 ما اصل بص يا كابتن مهيب، انا كراجل مدير فني، كابتن مختار مدير فني، نجم كبير وكان كابتن الاهلي، بس يعني كابتن مختار هيتسامح او يتساهل في مباراه مع الاهلي ولا مع، مش ممكن، استحاله، مستحيل، استحاله. ولا كابتن طارق يحيى ولا غير ولا غيره. كابتن طارق يحيى مخسر الزمالك دوري، وكابتن حلمي طولان، كابتن حلمي طولان مصر المقص، بالظبط كده. فلا ما فيش الكلام ده، انت عارف السوشيال ميديا والكلام، وده يتكلم وده يتكلم يعني ده، لا طبعا ما فيش مدرب يعني انا اهلاوي ابن النادي الاهلي، انما اكتر ماتشات بلعب فيها بقوه قدام النادي. ما هو اللي اتربى في النادي الاهلي يا استاذ ابراهيم ما يعرفش الا القيمه دي، لازم تبذل اقصى طاقه ليك باخلاص وامانه طبعا، وحبني حبني زي ما ربيتك بالظبط. يعني بالزبط. لكن انا ليا ملحوظه لبعض الزملاء الاعلاميين، هو لما حد يقول لك ان انا بحب الاهلي لازم أن تساله عن الزمالك يعني، حتى الثنائيه شريف انا نفسي الناس تتخلص شريف عفضيل من هذه النغمه. وانا لو بسال الكابتن طارق يحيى نجم نادي الزمالك انت بتحب الزمالك، هيتكلم عن الزمالك بكل حب، لازم الحه بسؤال عن الاهلي او العكس؟ كابتن علاء عبد العال بيقول لك انا اهلاوي، يساله طب شريف عفضيل بيقول للكابتن سيف زاهر انا جيت الاهلي لان انا بحب الاهلي، طب والزمالك نادي كبير يا عم؟ ما هو ما قالكش الزمالك نادي صغير، حتى الشريف اتضع يعني اضطر ان هو يقول له هو انت لازما 50-50 يعني لازما الاثنين يتقالوا؟ لا مش الاثنين يتقالوا، هو بيحب الاهلي خلاص ده امر يخص الاهلي وحبه الاهلي. لو قال لك بيحب الزمالك ما تسالهوش عن الاهلي، لكن ليه دايما وابدا حريصين على هذه الثنائيه المفتعله جدا مفتعله؟ صدقوني اتكلم عن الزمالك فيما يخص الزمالك سلبا او ايجابا، واتكلم على الاهلي فيما يخص الاهلي ايجابا او سلبا، مش لازم نربط الاثنين ببعض عشان نبان ان احنا متوازنين قوي. لكن يبقى الكلام عن الاهلي واللي بيعمله مع كل منتسبيه والمرتبطين معاه من قديم قوي. محمد عباس الفهد الاسمر اللي الناس اللي ما شافتهوش في السبعينات والثمانينات او منتصف الثمانينات فاتها كتير في لعيبه الكوره الحقيقه. جورج ويا المصري يعني لو للجيل الجديد ده كان مؤهل انه يبقى حاجه زي نموذج جورج ويا، لانه مش كتير ابدا اللعيب اللي جه امتلك الثلاثه مع بعض، المهاره والقوه والسرعه توفروا عند محمد عباس في اعلى معدلاتهم. لكن لما يكون محمد عباس اللي ظهر وقتها الناس اعتقدت انه ده هينافس الكابتن محمود الخطيب. تعرفوا الخطيب وهو نجم النجوم وقتها كراس حربه
وده طالع الداعم القوي لهجوم الاهلي. الخطيب عمل ايه مع محمد عباس؟ نسمع محمد عباس نفسه. انا خارج منطقتي يعني. ليه؟ كان في شهر. واي حد بيتمنى انه يخرج معاك ويعزمك وكل حاجه. يعزمك على ايه بقى؟ سهرات، نسهر. نسهر، طبعا كل ده ضد الكوره. سهرات مباح فيها اي كل حاجه. ضد الكوره. ضد الراجل الرياضي عامة سهرات. الراجل الرياضي لازم ينام بدري، يصحى بدري، يلتزم بتمرين. قعدت قد ايه في المود دوت اللي انت السهرات بتاعتك؟ انا خدت في الفترة دي حوالي بتاع سنتين، من 85 لحوالي سنة 86. دي كانت أصعب فترة في حياتي. وكنت خلاص بقى، انا رحت مصر على فكره، رحت نادي المصري. رحت مصر بورسعيد. ومضيت وبتاع، ف ثابت عليا نفسي. في فرق كان في الفتره دي بين النادي الاهلي ومصر. انا متربي في النادي الاهلي ولعبت اشبال في النادي الاهلي، وعارف المعامله ازاي، وعارف النظام في النادي الاهلي عامل ازاي. ما لقيتش النظام ده خالص موجود في مصر. لقيت نفسي مش قادر استمر في مصر. قلت لا، هبطل كوره، مش هلعب. طب وظروفك ايه دلوقتي وحياتك ايه ومعيشه والله بتاعتك؟ الحمد لله انا كابتن خطيب واقف جنبي الحمد لله، وعمل لي معاش في النادي الاهلي على اساس كنا عايزين نستقر الفتره اللي فاتت. انا شايف ان ما حدش مقصر معاك في النادي الاهلي. لا لا لا، ما حدش يعني مقصر. الناس تمام زي الفل. بيتي يا كابتن. بيتي. النادي الاهلي بيتي. وانا اي حاجه بروح للنادي الاهلي هلجا. وعارفين قيمتك، عارفين كل الذوق بتاعتي. يعني الكابتن خطيب الحمد لله بيكلمني في حاجه وبيطمن عليا وبتاع. وانا بروح النادي كل اول شهر يعني. كل اول شهر. لعيب مرعب. مرعب صحيح. بوشكاش مره اليوف اقوى رجل في مصر، كان جاي مخصوص، كنا هنلعبهم الاسبوع اللي بعديه، فلقيته جنبي في المقصوره في الماتش اللي قبل المصري، جاي يتفرج على محمد عباس فقط. طيب ده محمد عباس، ولو كان عنده، لو كان عندنا وقت كنا هنعرض لتفاصيل حياته وهو لاعب، وازاي لما واجه المشاكل السلوكيه اللي ابعدته واثرته وكان بينقطع عن التدريب، ازاي كان بيحكي انه زميله الكبير في الملعب واللي بيلعب في نفس المركز الكابتن محمود الخطيب هو اللي بيروح يجيبه وبيحتضنه في البيت عشان يحافظ على مهنته. في أي توقيت ده بقى؟ في التوقيت ده كان كالوتشاي بيمرن، وكان كالوتشاي مرتب متحيز لمحمد عباس عن الخطيب، يعني كان الفرود الرئيسي عنده كان محمد عباس. ورغم هذا لا الخطيب نفس ولا قالك بركة انه بينقطع عن التمرين، بالعكس كان بيجيبه ويبيته معاه. طيب محمود الخطيب مهاجم الاهلي ما عملش مع محمد عباس مهاجم الاهلي بس، كمان جمال عبد الحميد راس الحربة. بصوا، عشان وانتوا بتدوروا على سر عشق هذه الجماهير للنادي الاهلي وسر تميز الاهلي واختلافه، شوفوا علاقه الاهلي، علاقه ابناء الاهلي مع بعضهم حتى من نفس المركز والمنافس. كابتن جمال عبد الحميد وهو الراجل ختم حياته في الزمالك وعمل مسيره كبيره في الزمالك بعد ما مشي من النادي الاهلي، بس شوفوا دلوقتي بيتكلم عن النادي الاهلي او عن محمود الخطيب زميله في الملعب وقتها اللي هو صاعد ينافسه في مركزه. قال ايه؟ أشهر موقف مع الكابتن محمود الخطيب. بيبو سنة 77 كنت أنا خسرنا الدوري وكنا بنلعب البلاستيك، وكنت أنا وهو وطاري الشيخ ومصطفى عبده وزيزو ضيعنا مثلا حوالي 30 جول وتعادلنا 0-0 والزمالك خد الدوري. فرحت في البيت بطلت كورة، كان عندي 19 سنة ساعتها أهو بالظبط، كان عندي 19 سنة. فقلت مش هلعب كورة تاني، وأنا ساكن في عين الصيرة في الحي الشعبي، كنت قاعد جنب اخويا علاء كده في البيت، وفجاه لقيت زيطه الدنيا كلها، وانا قعدت ثلاث ايام ما رحتش النادي، خلاص بطلت، كان عندنا كاس مصر. فزيطه والدنيا زحمه جدا، فببص من الشباك لقيت الخطيب جاي لي البيت، حته شعبيه. والخطيب كان ساعتها يعني كان رقم واحد طبعا في مصر، والدنيا كلها عليه، فانا ارتلع. فبيقول لي انت ما بتجيش ليه؟ قلت له انا بطلت خلاص. بتقول لي انت لسه لاعب السنه دي. لسه ما بداتش. لسه لاعب السنه دي. فاستاذن الحاجه وقال لها، والحاج الله يرحمهم قال لها انا هاخد جمال معايا يقعد معايا في البيت عندي لغايه ما ننهي كاس مصر ونرجعه.
قالت له خلاص خده. فلميت هدومي ورحت قعدت معانا وحمدي جمعه وماهر امام ومختار ورحنا خدنا كاس مصر 78 وجبت جول. كان ليه فضل ربنا ثم الخطيب ليه فضل عليا ان انا رجعت العب كوره تاني وبدات النجوميه بقى بعد ماتش كاس مصر في 78. عرفت سر الاهلي بقى؟ لا الشقه اللي عند كوبري اكتوبر دي اللي هي ناصيه نواد اللي كان دي اللعيبه كلها لازم تكون موجوده كل يوم في الشقه دي مع الكابتن خطيب. اللي روح بيتهم بعد كده روحوا الباقي بيبات معاه. القصه دي يعني قصه حقيقيه طبعا. ولذلك ساعات بعتب على الكابتن جمال لما بينسى الحاجات دي، لانه الحقيقه يعني كان بيكرر الاهلي رماني وكابتن جوري ابويا الروحي والزمالك هم اللي احيوني. طب ما هو مين اللي استغنى عنك؟ كان الكابتن الجوهري سابك واستقبلك في الزمالك. يعني خلينا، لا انت عملت كارير حلو قوي في الزمالك حقيقي، يعني تحيي عليه وزمالك حي انه هو فعلا فكر اداك فرصه في لحظه يعني، لكن ده مش سبب انك انت يعني تنسى النادي الاهلي. محدش يقدر ينسى النادي الاهلي، خاصة عندما يسترجع كل ما تجلى في هذه الحلقة من معاني، من مفاهيم عالية جدا، من قيم سلوكية حقيقية، من روح عالية جدا تجلت عند محمد فارس أول كليته، لأنه استلهم واستمد روح الاهلي، روح الفانيلا الحمراء اللي دايما وأبدا هتخلي الاهلي زين النوادي. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير ودايما زين النوادي.